إن شاء الله عندنا لقاء مع المهندس عمر سليم بعنوان Smart Cities. المهندس عمر سليم PIM Manager with 12 years of experience, Research Assistant at Qatar University, General Manager of PIM Arabia Research, PIM Dictionaries Arabic Language Editor, shared in developing production system in several large-scale firms of GCC consultants, including Saudi DR, Egypt, UCC Qatar, EHAF Qatar. بالتوفيق باشمهندس عمر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا باشمهندس محمد، شكرا للساده الحضور. يعني انا عاجل عن شكر لحضوركم الكريم، وانا شايف ما شاء الله يعني اسماء كلهم اساتذتي واسامي الناس كلهم اتعلمت منهم، وتشرفت بان انا يعني استفدت وتعلمت منهم كتير. يعني وما مثلي وما مثلكم الا كبائع الماء على اهل مكه، وبائع التمر على اهل المدينه، وبائع السمك على اهل اسكندريه. فيعني الواحد الان، لان طبعا اقل بكتير من انا اتكلم في وجود اساتذتي، ويعني نسال الله التوفيق باذن الله، واسال الله ان انا اتعلم منكم في المحاضره دي من خلال المناقشه. يعني لو حد عنده اي سؤال اي اعتراض يا ريت يعمل بس راس هاند، والمهندس محمد هيفتح الصوت بحيث ان احنا استفاد واتعلم منكم ان شاء الله. طيب النهارده هنتكلم على مصطلح اسمه سمارت سيتيز، والمصطلح جميل. وهي المشكله في المصطلحات ان ممكن المصطلح يكون جميل جدا فالناس تنبهر بيه وما نقدرش نحط له قواعد معينه. يعني ممكن واحد يقول لي مثلا انا عامل المدينه دي سمارت سيتي، فتدخل تلاقي الناس كلها بتشتكي منها. طب ايه موضوع السمارت سيتي دوت؟ ازاي اعرف ان المدينه دي سمارت سيتي؟ ما ممكن كل واحد في الدوله بتاعته يقول لك انا دي سمارت سيتي. طيب ليه موضوع السمارت سيتي ده مهم جدا؟ ليه موضوع السمارت سيتي ده مهم جدا؟ زي ما احنا شايفين ان ناس كتيرة جدا بدأت تتجه للعيش للحياة في المدينة، فبنلاقي في مشكلة كبيرة جدا من حيث الزحمة، ومن حيث ان احنا مش عارفين نتواصل مع بعض، ومن حيث ان وقت كتير جدا بيضيع، و و و في مشاكل كتيرة جدا في موضوع، في تقريبا اغلب دول العالم عندها مشاكل في موضوع السمارت سيتي. طيب عندنا 68% من السكان بتوع العالم هيكونوا بيعيشوا في المدينه على 2050، ده حسب اليو ان. ففي مشكله كبيره جدا، يعني لو احنا قدرنا نحسن الحياه في الاماكن دي هتبقى حاجه رائعه جدا. طيب التقارير بتقول ان فعلا عدد الناس اللي بتعيش في المدن بيزيد، زائد ان الحياه في المدن بتخلي الصحه افضل، فده عامل حاجه ان العدد السكان بقى اكتر، بقى في مشاكل كتيره جدا وهكذا. تمام. طيب فاحنا لازم نبدا نشوف، تقريبا يوميا بيزيد عدد الناس اللي سكانه في الساكنه في المدن 150,000، نتيجه لحاجات كتيره جدا، نتيجه ناس اللي بتتولد، نتيجه الارتحال او الهجره او السفر من القريه للمدينه. فلذلك لازم احنا نهتم بالموضوع دوت، والموضوع ده مهم جدا. في دول كتيره جدا بدات تتجه لموضوع انها تبقى مدن ذكيه، وفي مدن عاديه بدات تنتحل انها مدن الذكيه. تمام. يعني على سبيل المثال لو انا نازل مصر وعايز اعيش في مدينه، تمام، في مقومات للحياه هي تقول لي ان دي المدينه الذكيه ولا مش مدينه ذكيه، ده اللي احنا بنتكلم فيه. تمام. ما ينفعش اقول في مدينه ذكيه والميه ملوثه، ما ينفعش يكون في مدينه ذكيه واصلا ما فيش انترنت، فدي هتعمل مشكله كبيره جدا. يعني في حسب تقرير منظمه المدن الذكيه الاوروبيه لازم يكون الجيل الخامس من الانترنت عشان نقول ان دي مدينه ذكيه. تمام. لازم يكون في طاقه، والطاقه اللي هي ايه؟ الطاقه اللي هي بتتولد من الشمس، وبتتولد من الرياح، وتولد من المصادر المتجدده والمصادر الطبيعيه. ما يكونش في تلوث، ما يكونش في الحاجات دي كلها. ففي ناس تقول لي مثلا ايه سيد فاضل انت بتتكلم في المدن الذكيه، يعني بتتكلم اوروبا وامريكا، حاجات مش مناسبه للدول العربيه. بالعكس، يعني في مدن كتير جدا بيحصل فيها موضوع حصار، مفيش قدره ان هم يشتروا لا كهرباء ولا يشتروا بنزين او بترول او حاجه من الحاجات دي. ما نلجا لموضوع المدن الذكيه في الجزئيه بتاعت ان انا اعمل طاقه شمسيه، الواح شمسيه اصنعها في البلد بتاعتي وابدا استخدمها، ويبقى عندي حلول. يعني كذا مره مثلا في الشغل الحقيقي الناس بنشتغل معاهم مثلا في الدول العربيه بدون ذكر اسامي، يقول لك الكهرباء قطع بقى لها اسبوع. طب ما نتجه في المدن ديت ان احنا نصنع، مش لازم الحكومات، من الجامعات وهكذا، ان احنا نصنع
طاقة شمسية، طاقة من الرياح موجودة بنقدر نستفاد منها، ليه لأ؟ لازم يكون عندنا في الصحة، يكون في اهتمام بموضوع الصحة، يكون في اهتمام لموضوع المياه، يكون اهتمام لموضوع الطرق. ما ينفعش يكون الطرق على كل شوية تتكسر، ما ينفعش يكون في الإنارة مثلا مقطوعة، أو في مشاكل في الكهرباء في الشوارع، أو أي ده طول الليل، يعني فضلا انها بتقيد طول النهار عندنا في البلد في بلادنا يعني، بس حتى بالليل ليه كل الطريق منور؟ ممكن يبقى ايه، في سنسور اول ما العربيه تتحرك في المكان ينور مثلا مسافه قدامها ومسافه وراها، زي ما بتحصل في دول كثيره جدا. يعني انا مش بقول حاجه انا مخترعها، انا بقول حاجات موجوده فعلا في بلاد كثيره، وزي ما هنشوف مع بعض، وفيهم بلاد عربيه. تمام، طيب ايه هو مصطلح السمارت سيتي؟ قال لك ببساطه ان احنا نستخدم التكنولوجيا الحديثه، ونستخدم انترنت الاشياء، ونستخدم الانترنت في تحسين جودة الناس اللي موجودة وعايشة في قلب المدينة، وإن احنا يبقى فيه اقتصاد قوي موجود. ما ينفعش يبقى فيه مدينة ذكية وما فيهاش اقتصاد، ما فيش فيها صناعة، ما فيش فيها زراعة، ما فيش فيها أي مورد للحياة مش موجودة. ما ينفعش يبقى فيه سمارت سيتي إلا ولازم يكون فيها جامعة، ده دي من الشروط. أنا مش بقلب حاجة من عندي، أنا مش بتخيل، مش افلاطون بتخيل، لا ده دي فعلا من ضمن الشروط ان يتقال على دي مدينه ذكيه، ان يكون فيها جامعه، لان لو ما فيش جامعه الناس كلها تقعد تسافر وتروح جامعه وتقعد تضيع من حياتها 4 ساعات كل يوم عشان تروح الجامعه، فلازم يكون في جامعه. يكون عندنا طرق لتقليل الجرائم، تمام، يبقى في سمارت كاميرات معينه بحيث ان اول ما بتحس بحركه مريبه بتبدا تقفل المكان وتبدا تبلغ الشرطه. يعني هي فيها ذكاء صناعي، اول ما يشوف مسدس، واحد بيطلع مسدس من جيبه، يبدا يسجلها ويبدا يدرس الموضوع ويبدا يتعامل معاها. السمارت سيتي مش مجرد حساسات، سنسور موجوده، سنسور ده ده عباره مثلا عن ايه؟ عن العين اللي بتشوف بيها، فانا كده ادركت ان في حاجه موجوده. لا، لازم يكون بيقدر يتعامل مع الحاجه دي ازاي؟ عنده ادراك وعنده رد فعل، يعني ايه لازمه ان انا عملت حاجه تقدر توريني الحاجه لما بتحصل وانا ما عنديش اي قدره على التعامل معاها؟ يعني عرفت ان في زلزال، عرفت ان في كذا، بس ما عنديش اي تخيل او ما عنديش اي قدره على التعامل معاها. عرفت ان في حاجه فيها مشكله بس ما عنديش حلول اقدر استخدم السمارت سيتي دي في انها تحل المشكله دي. تمام، فلو احنا جينا نبص بقى في تعريفات طبعا كتيره جدا، هو كلها بدور ان انا اخلي حياه الناس افضل. يعني المدينه الذكيه بتبدا من الانسان الهيومن وتنتهي بالانسان، وما ينفعش المدينه تكون ذكيه بدون انسان ذكي. طيب واحد بقى يوقفني ويسالني بقى السؤال، يعني انت بتقول مدينه ذكيه، هل في مدينه غبيه؟ لا، ما فيش مدينه غبيه، وما فيش مدينه ذكيه 100%، ما فيش على وجه الكره الارضيه مدينه ذكيه 100%. هي بتعتبر ايه؟ زي نقط، في واحد بيركز على موضوع الطرق، واحد تاني بيركز على موضوع المياه، واحد تاني بيركز على موضوع ان احنا نلم الكمامه بشكل قوي، في واحد بيركز على الانرجي، في واحد بيركز على الصحه، في واحد، كل واحد بيركز على الحاجات. ومفيش مدينه فيها كل المواصفات، لا توجد مدينه على وجه الارض فيها كل المواصفات، بيبقى في مزايا هنا ومزايا هنا، في حاجه قويه فيها هنا وحاجه ضعيفه فيها هنا. طيب فاحنا بنتكلم ان الانفراستراكشر في الطرق العاديه بيبقى حاجات 2 دي، بيبقى كذا، انما في السمارت سيتي لا، بيبقى كل المجسمات 3 دي، والشغل الاورجانيك، التعامل بيبقى قبل ما يحصل المشكله بنقدر نتنبأ بيها من خلال ان احنا بنعمل حاجه اسمها توأم رقمي، هنتكلم عنه بالتفصيل، ان انا بيبقى عندي نموذج للمدينه ونموذج للمبنى، واي حاجه بتحصل بقدر اتنبأ بيها وبقدر ان انا اتعامل معاها. فالطرق مثلا لازم تكون في طرق ذكيه، تكون في امكانيه ان لو حصل اي مشكله اقدر اتعامل معاها، يكون في نظام ان الطريق ما يقفش لان في نظام المرور او الاشارات المرور معموله انها مثلا بتدي 3 دقائق و3 دقائق، طب قدر الطريق الثاني فاضي وانا واقف مستني، لا يبقى في سنسور اول ما يعرف ان مفيش عربيات واقفه هنا يبدا يفتح الاشاره للجهه الثانيه حتى لو بعد ثانيتين ثلاثه وهكذا، او ممكن ما يفتحهاش لان هو مش عارف ان بقى له فتره مفيش عربيات بتيجي من ناحيته وهكذا. ودي انا زرت بعض المدن كان فيها الخاصيه ديت، في خط معين او في سنسور معين اول ما تقف عنده يبدا ايه، يعمل حسابه ان انت في حد واقف مستني الطريق بتاعه. الطاقه برضه لازم نقلل من استخدام العربيات اللي هي بتشتغل بالبنزين والتلوثات والحاجات دي كلها، ونبدا نستخدم الكتريكال كار. في بعض الكتب بتقول ان العربيات ذاتيه القياده من ضمن الحاجات الكويسه، لا انا من رايي الشخصي انها تخلي الانسان كسول. انا دلوقتي عايز اروح شغل فاركب العربيه دي واقول له
ودينا المكان الفلاني وانا مش سايق ونايم مثلا، فهتخلي الواحد يكسل. فلا انا شايف انها هتسيء للسمارت سيتي. احنا عايزين الناس كلها تقدر توصل للاماكن بتاعتها، وهنشوف ازاي بيحصل في امثله من دول عربيه. تمام، ما عندناش عقد خارجي، في دول عربيه عامله الموضوع دوت، ان انت تقدر توصل لاي مكان انت عايزه من غير ما تستخدم العربيه وبالمواصلات العامه، ومعموله ان انت تنزل تتمشى مثلا 5 دقائق للمكان اللي انت عايزه في مكان ليس معرض للشمس، تعريض مباشر، في اشجار موجوده، في حاجات تحجب الشمس. لان انا هقول لك ازاي امشي مثلا 10 دقائق في وسط الشمس وفي وسط الزحمه وفي وسط لا، لازم يبقى في ممر مناسب للانسان. يعني السمارت سيتي معموله للانسان، وتبدا بالانسان وتنتهي بالانسان. ولو انا ما عنديش الانسان الذكي المدينه مش هتتعمل. يعني خلينا نقف عند كلمه الانسان الذكي، مش مقصود الانسان الذكي دكتور جامعه وماجستير، ولا مقصود بيها ان هو بيقدر يتعامل مع التكنولوجيات الموجوده. يعني ابسط مثال على كده مثلا اعزكم الله، مثلا في الحمام انت جايب مثلا مرحاض مثلا في زرارين، بحيث ان انا ما استهلكش ميه كتير، بينما انا مثلا في محتاج ان انا استهلك ميه صغيره. لو الانسان مش متدرب او مش فاهم المعلومه دي وقاعد يدوس كل مره على الفلاش ميه كتير، ده هيعمل مشكله. لو انا عامل اشارات مرور كويسه جدا، ومعمول مثلا ان الانسان لما يجي يعدي لازم يدوس على زرار معين ويستنى الاشاره لما تبقى خضراء، بينما الانسان بيعدي ايا كان، ممكن يكون الانسان ما بيعرفش يقرا ويكتب، بس يقدر يلتزم بالحاجات دي بشكل قوي. تمام، فهي الفكره كلها ان انت بتدربه او بتحط قوانين معينه ان هو يلتزم بيها، بحيث ان هو يستخدم المدينه الذكيه، بحيث ان كل اللي موجودين يستفادوا ويعيشوا حياه سعيده. تمام، الهيلث كار لازم يبقى فيه صحه كويسه جدا واهتمام بيها والحاجات دي كلها. لازم يكون في ان الاطفال ما يتعرضوش لاي مخاطر. لازم يكون في اكل صحي، ليه ما نزرعش فوق السطح مثلا؟ تمام، طيب ايه السمارت سيتي؟ لازم يكون في صناعه، ما في حد يقول لك مدينه صناعيه ما فيهاش مصانع، لا لازم. امال الناس هتاكل منين؟ انت هتعمل يوتوبيا للناس الاغنياء؟ لا، احنا عايزين نعمل مدينه الناس تعيش فعلا فيها، ويبقى في مصدر للرزق وفي مصدر للدخل وفي اقتصاد قوي. تمام، لازم يكون في سكيورتي، ان يقلل الحوادث. في احصائيات بتقول ان المدينه الذكيه اللي بتهتم بموضوع السكيورتي دوت بيقل بنسبه اكتر من 50%. ليه؟ في كاميرات موجوده مثلا، وفي معالجات، والراجل عارف ان اي جريمه بتحصل بيبقى في تبليغ للشرطه في نفس اللحظه، حاجه زي كده. انا اشتغلت في حاجه زي كده، فموضوع الكاميرات دوت موجود في الشوارع، ممكن يكون مخفي، حاجه زي كده. وطبعا من اكثر الدول المشهوره بكده لندن. ولو بنتكلم على الدول العربيه، فعندنا الامارات وقطر من اقوى الدول عالميا في موضوع الامن والامان. ربنا يخلي كل الدول العربيه فيها امن وامان. طيب، يبقى عندنا السمارت موبيليتي، يبقى في انظمه تعملها ان الناس تروح الشغل مع بعض، تقلل عدد ان كل واحد يروح لوحده، لا ممكن كذا حد يروح مع بعض. دي ممكن تعمل لها موبايل مثلا، ويبقى في تطبيق على الموبايل وحاجات زي كده. لو انا النت عندي ضعيف، ما عنديش ال 5 جي، ما عنديش النت قوي، مش هيبقى لها لازمه. يبقى في مواصلات عامه بتاخد الناس، ومعروف ميعادها بالظبط. تمام، يعني المترو او الترماي او اي حاجه بيبقى فيه يقول لك مثلا العربيه القادمه هتيجي بعد مثلا 5 دقائق او بعد دقيقتين، ومش بيقول عشوائي او رقم ثابت، ده هو في سنسور في السياره، وعارف انها هتيجي مثلا بعد فعلا 3 دقائق، فانا اقدر اخد القرار هل هتمشاها هل استنى. فدي بتخلي الانسان يوفر الوقت بدل ما هو يضيع الوقت بتاعه. طيب، السمارت بيبول قلنا لازم يكون الناس فاهمه ونقدر يتعاملوا مع الحاجه ديت. الاقتصاد لازم يكون الاقتصاد قوي وذكي وبيتعامل مع العملات الحديثه والحاجات دي كلها. السمارت ليفنج، وهنتكلم امثله عمليه من حاجات كثيره معموله. السمارت جفرمنت، الحكومه لازم تكون حكومه ذكيه، ولازم ما تاخدش اي قرار غير لما ترجع للمواطنين في المكان دوت. ما ينفعش حد مسؤول يطلع يقول انا هلغي او هعمل او 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 بدون الرجوع للناس اللي ساكنين. وفي تطبيقات كتيره موجوده على الانترنت يقدر المسؤول يستخدمها، ان هو يخلي الناس تساعده في اتخاذ القرار. يبدا يقول انا عندي كذا حاجه، اني الاولويه بالنسبه لي؟ هل الاولويه ان انا اهتم بالصحه، ولا بحل مشكله الكمامه، ولا فالسكان بتوع المنطقه هم اللي ياخدوا القرار دوت. تمام، طيب البيئه نفسها، الجرين بيلدينج، الجرين بيلدينج، الجرين انرجي،
الجرين اربان بلاننج، كل الحاجات دي لازم تكون موجوده في المدينه الذكيه بقدر ما. تمام. طيب برضو المواصلات، لازم تكون المواصلات اللي هي قلنا العربيات الشيرنج وكذا، حد ممكن يركب في المواصلات، بيبقى في تطبيق وبقول له مثلا انا ساكن في الشروق وعايز اروح مثلا رمسيس، فبيبدا يشوف مين اللي ساكن معاه في المكان دوت اللي عايز يخرج في نفس الوقت، ويبدا يرتب المواعيد مع بعض. تمام. طيب البيبول بيعمل شيرنج للانفورميشن، ونبدا نتشارك المعلومات ونبدا نشوف ايه انسب حاجه لينا كلنا ساكنين في نفس المكان. السيرفيس، السياره نفسها ممكن نحط فيها مثلا ان ما حدش يركب غير لما نقيس درجه حرارته ونتاكد ان هو مش مصاب باي امراض او كوفيد 19 والحاجات ديت. تمام. فالمدينه الذكيه تقدر تقلل بنسبه كبيره جدا الاصابه بالامراض، لان هي مصممه لكده، مصممه ان ما فيش حاجات قريبه من بعض، مصممه ان في نظام تهويه كويس. تمام. الانفراستراكشر، موضوع الرود نتورك والانتليجنت ترافيك لايت، ان الاناره تنور بس في المكان اللي محتاجين فيها اناره. طيب التعليم والتريننج، لازم برضو يبقى فيه جامعه ويكون فيه دراسه ويكون فيه كل التريننج اللي احنا محتاجينه والحاجات دي كلها. طيب برضو موضوع الصحه وموضوع السكيورتي، موضوع ان يكون المكان مجهز لاي حد عنده مشكله، يعني واحد مثلا عنده مشكله في القدم مثلا، ذو الهمم الخاصه، فلازم تكون المدينه مجهزه ليه، مهيئه ليه، ما ينفعش ان هو مش قادر يعيش في المدينه لاي سبب من الاسباب. الانرجي، المباني كلها تكون صديقه للبيئه، ويكون في اقل استخدام للطاقه، ممكن نفس المبنى نوفر مثلا 70% من الطاقه المستخدمه فيه من خلال تعديلات بسيطه في التصميم، ونخلي حياه الناس افضل. فلازم نهتم بحاجه زي كده. يعني كان الدكتور حسن فتحي كان بيقول انا ربنا مش هيسامحني لو انا زودت طاقه جوه او زودت درجه الحراره جوه المبنى 17 درجه متعمدا عشان غلطه في التصميم، لان انا عايز مثلا اعمل واجهات الازاز، ودي منتشره جدا في الخليج، ان برج كبير ويتعمل واجهات ازاز، اولا انت مش عارف تعمل تهويه طبيعيه، في درجه الازاز بيدخل درجه الحراره بشكل كبير جدا، فبضطر ان انا اركب اجهزه تكييف عملاقه، فده بيكلفني طاقه كتير جدا. فلو عملنا تصميم صح نقدر نوفر كتير جدا في الطاقه ونخلي حياه الناس افضل. طيب احنا اتكلمنا على حاجه كده اللي هي شيرنج انفورميشن، تعال نشوف ديت. ده في لندن الحكومه مشيره المعلومات كلها لاي حد بدون ما تساله انت موجود في لندن ولا لا، انت موجود في بريطانيا ولا لا، انت بريطاني اصلي ولا بريطاني درجه ثانيه. تمام. طيب بيبدا يجيب لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، الخاصه مثلا بالاماكن اللي فيها اشجار مثلا او الحدائق او الحاجات دي كلها، وكل واحده بتعلم عليها بيبدا يجيب لك المعلومات ومديها لك اوبن سورس، ممكن تعمل اي قاعده بيانات وتبدا تستفاد منها. الله. طب ايه علاقه الحاجات الزراعيه بالمدينه الذكيه؟ المدينه الذكيه لازم يكون فيها اهتمام بالنباتات، يعني اخلي الناس مرضى وكل شويه يشموا مصانع وعربيات ومفيش اي مكان ياخد ثاني اكسيد الكربون ويطلع اكسجين، لا لازم يكون فيه نباتات. تمام. ليه؟ لان المدينه عامله زي الانسان، يعني هم لما بداوا يعرفوها قال لك المدينه عامله زي الانسان، لازم يكون فيه رئه، هذا الانسان لازم يكون فيه رئه، لازم اي مدينه عشان نقول عليها ذكيه لازم يكون فيها نسبه من الحدائق. وفي اهي مسارات زي ما موجود هنا، المسارات بتاعه الدم مثلا او كده، ويبقى في ضغط مثلا ان انت تمشي، يعني لازم المدينه معموله ان البشر يمشوا مش ان العربيات هي اللي تبقى موجوده. تمام. اهي دي الرئه لازم تكون موجوده. طيب في مصر عندنا طبعا المكان الجميل دوت، حد عارف المكان ده فين؟ هو مكان مشهور يعني، لو حد عارف يكتب بس في الشات او كده. حد عارف المكان ده موجود فين؟ ايوه الازهر بارك، مظبوط، حديقه الازهر. المكان ده كان كله قمامه، وبعد كده جه بقى مسابقه الاغا خان او مؤسسه الاغا خان، وبداوا يعملوا المشروع الجميل ده، من اجمل المشاريع، يعني ده محتاج يتعمل في حلقات عشان ازاي اتعمل. طبعا هم بيحفروا لا اثار كتيره جدا من ايام الدوله المملوكيه والدوله الايوبيه والحاجات دي كلها. تمام. فدي يعتبر رئه القاهره، لما تيجي تبص كل ده مفيش اشجار مفيش اشجار مفيش اشجار مفيش اشجار،
تمام؟ انما هنا دي حديقه كامله جدا بتنقي، تعتبر زي رئه للمدينه. تمام؟ فاحنا محتاجين ان احنا نعمل تصميم كويس جدا، تمام؟ ونعمل مدينه ذكيه وفي انفراستراكشر قوي جدا ونوع من انواع الاستدامه، ده هيأثر بشكل قوي جدا على الناس اللي موجوده وهينقل الناس نقله كبيره جدا. هنتكلم عن دوت لما ندخل في المدن اللي موجوده في الهند. فاحنا لقينا ان هو هيقلل تقريبا مثلا كل يوم لكل مواطن تقريبا مثلا من ربع لنص ساعه اقل حاجه في اليوم، لو احنا قدرنا نعمل طرق نحل بيها مشكله المواصلات مثلا، تمام؟ نقلل الجريمه بمقدار 30 ل 40% واكتر من كده لو احنا استخدمنا المدن الذكيه. فدي حاجه كويسه جدا ان احنا نقدر نعمل حاجه ربنا يجزينا عنها خير ان شاء الله. يعني كل مصمم يحط في دماغه وهو بيصمم ان هو بيصمم حاجه هياخد اجرها من ربنا، ان هو عامل حاجه الانسان، عامل حاجه الانسان يبقى عايش فيها يدعي له، تمام؟ طيب، فزي ما احنا قلنا المدينه الذكيه هي مش تكنولوجيا واحده، يعني ما فيش برنامج بيستطب بيعمل لك مدينه ذكيه، لا ده في مجموعه كده من الحاجات، ومن حاجات كتيره خاصه بالسلوك البشري، بس في حاجات خاصه بالتكنولوجيا هنتكلم عن ده ودوت. يعني عندنا انترنت والسينجس، يعني كل الحاجات لازم تكون متوصله بالانترنت، تمام؟ بحيث ان تستفاد منها وتوصل المعلومات، حتى الثلاجات في قلب البيوت، حتى في قلب الاشخاص يبقى في قلب الاشخاص البيوت، اي حد كبير في السن بنقدر نعمل له تكنولوجيا معينه بحيث تراقب حركته، ولو حصل حركه غريبه يبدا يبعت للمستشفى ان الشخص ده اتحرك حركه غريبه، مثلا نام وقت اطول من اللازم او وقع او كده، فيبداوا يروحوا ويعالجوه الحاجات دي. الكلام ده موجود مثلا في سنغافوره، عاملين نظام طبي بالشكل دوت، لان لقوا ناس كبيره في السن ومفيش حد يقعد معاهم، اللي يقعد معاه يبقى كده مش هيشتغل، فوفروا النظام دوت، تمام؟ في استخدام الدرونز، تبدا تمشي وتعمل حاجات، تصور المباني كلها بال 3 دي. في البيج داتا، كميه المعلومات اللي احنا بنتكلم عليها دي محتاجه ان انا اقدر اتعامل معاها، فلازم استخدم تكنولوجيا البيج داتا. في كلاود، يبقى في مكان بنجمع فيه المعلومات. في الارتفيشال انتليجنس اللي هو الذكاء الصناعي، اللي يتعامل مع الحاجه حتى لو انا مش مبرمج فيها، لو حصل حاجه غريبه يقدر هو يتعامل وياخد القرار. فاحنا عندنا اهداف لازم نوصل لها، عندنا الاقتصاد يبقى فيه نمو اقتصادي، عندنا يبقى فيه استدامه، عندنا يبقى فيه حمايه للاطفال وللناس اللي موجوده، يبقى عندنا شكل هيلثي بشكل قوي جدا. عايزين، وده انا جربت في احدى المدن، يعني كان زوجتي تعبت فاتصلت بالاسعاف، فيعني في خلال 3 4 دقائق كان موجود معايا في قلب المكان. ازاي؟ يعني حاول تتخيل مثلا لما تحصل حريقه، لما بتحصل حاجه في المدينه اللي انت موجود فيها، ايا يكن كنت موجود في اي بلد، سواء افريقيا أو اوروبا، هل الاسعاف او البوليس او كذا بيجي خلال 5 دقائق مثلا؟ الحاجات دي لازم تتحسب، بيبقى في عربيات اسعاف بتمشي في كل مكان موجوده، مش موجوده في المركز الرئيسي، وهو بيبدا يشوف انت موجود فين ويبعت لاقرب عربيه توصل لك، بحيث ان بيقول لك الثلاث اربع دقايق دول بيفرقوا، لو انت وصلت للحريق اول ما بدا تقدر تسيطر عليه، تمام؟ لو استنيت شويه مش تقدر تسيطر عليه، مش مصمم لكده. يعني الانظمه بتاعت الحريق سواء في المبنى او عربيات الحريق اللي جايه مش مصممه انها تقضي على حريق كبير، لا هي مصممه ان الحريق في اوله، فلازم توصل في اقرب فرصه. تمام؟ دي بعض مثلا المدن الذكيه لازم يبقى في جزء مخصص للزراعه. طبعا احنا عارفين دي التصميم المبدئي لبغداد اللي هو بافر منصور. تمام؟ طيب، فاحنا مثلا من ضمن الحاجات ان يبقى في سنسور موجود يراقب الاير كواليتي، بحيث ان لو في اختلاف ابدا اعرف ايه ده في تلوث، ده في حاجه مشكله، ابدا اشوف ايه سبب التلوث دوت. حتى في الالواح الشمسيه ممكن يبقى في مثلا مره واحده كانت بتعمل توليد لكميه طاقه كبيره وبعد كده الكميه دي قلت، طب ليه؟ ما انا لازم افهم. ده في مثلا غيوم، ده في مشاكل حصلت، ده في تلوث، سحابه سوداء، حاجه زي كده، ابدا اعرف سببها ايه واقضي عليها بحيث ما تتكررش. كل البلاد بيحصل فيها مشكله، بس المشكله انها تتكرر تاني، انا مش عايز الحاجه دي تتكرر تاني. كل واحد نفسه بلده تبقى احسن بلد في الدنيا. ايا كان بلدك انت نفسك بلدك دي تطور، فلازم نبدا نشوف التكنولوجيا دي ونبدا نتبناها ونبدا نحل المشاكل اللي موجوده. ما
مثلا يبقى عندك سنسور يراقب ارتفاع الميه وتقل والحاجات دي، وسنسور حديث. يعني في بعض الاماكن يقول لك ايه سنسور بقاله 50 سنه، ايش ضمان ان هو شغال ولا مش شغال، او شغال بقوه ولا لا. في السمارت بيكس اللي هي العجلات بتاعتك، او مش بتاعتك، بتاعت الدوله هي حطاها، وانت بيبقى معاك كارت وتروح ساحب العجله وتوديها في اي مكان تاني وتوصلها، فيبدا ايه يخصم منك مثلا مبلغ بسيط. تمام. فالموضوع ده بقى منتشر كتير جدا في اوروبا واسيا، ان هو بيشجع على الدرجات. طيب شوارعنا مش مخصصه لكده، يعني احنا لازم شوارعنا يعاد تصميمها انها مش للعربيات، مش كباري وانفاق، لازم يكون في امكانيه ان انا اروح لكل مكان انا عايزه في البلد من خلال المواصلات العامه والدراجات. هركب مثلا مواصلات للمكان الفلاني، يا اما اتمشاها يا اما هاخد الدراجه من خلال الكارت بتاعي وابدا اوصل. تمام. فلازم يكون عندنا كميه معلومات كبيره جدا، ولازم اخد المعلومات من المباني كلها واضيف عليها المعلومات بتاعه المدينه وهكذا. ففي بعض البرامج اللي بتساعدني في كده. واحد يقول لي طب ليه استخدم برامج، ليه استخدم برامج تحليل، ما انا اعمله خلاص. انت ممكن تصمم مدينه تمام وبدات تشتغل فيها، بس الاخطاء مش هتظهر غير لما المدينه دي تشتغل. فممكن الاخطاء تظهر بعد 5 سنين، 10 سنين، 15 سنه. خلال الفتره دي انت ممكن تكون صممت 10 مدن بنفس الاخطاء بتاعتك وانت مش واخد بالك. هتكتشف دي لما المدينه تشتغل والناس تشتكي وتقول لا ده للاسف ده مفيش ضله، ده مفيش كذا، يبداوا يكتشفوا المشاكل. فالبرامج دي بتساعد ان انا اكتشف المشاكل قبل ما اعمل المدينه كلها، تبدا تعمل محاكاه. زي مثلا الاي اس ده من الحاجات اللي بتعمل تصميم للمباني، ويستفاد منها مهندسين الاتشفاك والميكانيكال والالكتريكال، وبيساعدك ان انت تاخد الليد اللي هي الشهاده بتاعت امريكا، او الدريم الشهاده بتاعت بريطانيا، او الدي جي ان بي بتاعت المانيا، وعندنا سدامه دي في الامارات، وعندنا مثلا الجي اس في قطر، وعندنا في مصر الهرم الاخضر. والهرم الاخضر بيديك نقطتين لو انت شغال بيم، وثلاث نقط لو انت شغال بيم مع السدامه، واربع نقط لو انت شغلت بيم مع الفاسيلتي مانجمنت. فهو ده بيعمل تحليل لمدينه كامله في الصيف، في الشتاء، في وهكذا، الشادو هيبقى عامل ازاي. فممكن تكتشف المشاكل ان في ظل مثلا مغطي على مدينه مباني حواليه وحاجات زي كده، او الرياح مثلا مش تدخل المكان الفلاني، او في هيحصل مشاكل. فليه ما نستخدمش البرامج دي ونبدا نكتشف المشاكل. تمام. طيب برضه عشان نعمل الموضوع المدينه الذكيه لازم عندي كميه معلومات، لازم ابقى عارف شكل المباني وارتفاعها والحاجات دي كلها. فبنعمل بالدرون مثلا، بنعمل 3 دي داتا كاتشر، ونبدا ناخد الصور ديت ونبدا نجمعها في برنامج من ضمن البرامج. عندي سنسور ليدر اهوت، وعندي الصور اللي ممكن تصورها من اي مكان، والبروجكت اريا والمش موديل وهكذا. نبدا نعمل مدينه على الكمبيوتر بحيث اقدر اتنبأ بكل المشاكل اللي ممكن تحصل. يبقى عندي موديل على الكمبيوتر مطابق للحاجه الطبيعيه. فانا في كذا تكنولوجيا اصلا بتدخل في المجال دوت. تمام. زي لازم يكون عندي انترنت 5 جي اساسي، البلوك تشين، الذكاء الصناعي، لان ممكن تحصل حاجه غير اللي انا برمجه ليها، فهو يتصرف فيها ازاي. تمام. وفي السيارات اللي هي ممكن تبقى تشتغل مثلا بالكهرباء او حاجه زي كده، والدرونز. دي بعض التكنولوجيات، مش دي بس، دي بعض الاشكال. واحنا بناخد مثلا صور للمكان وهو بيتحول مثلا لنقط 3 دي، وبعد كده النقط دي بنحولها لموديل حقيقي. ده صور. يعني في ناس كتير ممكن تكون اشتغلت في موضوع المباني، وفي ناس اشتغلت في موضوع المدن. فاحنا بنبدا بقى نعمل للمدينه كلها بحيث تساعد الراجل اللي هتاخد قرار، بدل ما يقول لك ايه انا عايز اعمل كوبري من هنا لهنا. طب بناء على ايه؟ ايه الانفورميشن اللي عندك اللي خدت على اساسه ان الكوبري ده هيحل المشكله؟ طب تعالى نعمل محاكاه ونشوف هل الكلام ده هيحل ولا لا. انا عايز اقفل الطريق دوت، هل الطريق ده لما يتقفل هياثر ولا مش هياثر؟ يعني في احد المدن قال لك انا المصرف مثلا بتاع المياه او كده انا هقفله، لما جت المطره بعد فتره عملت مشكله وغيرت المكان. طب هو خد القرار انه عايز يقفله لان في زباله، طب احنا كنا ممكن نشيل الزباله. تمام. طيب ده هنا برضو بناخد صور اهيت. عندنا بعض البرامج اللي ممكن نشتغل بيها. في عندي مثلا الاجهزه دي من توب كون مثلا، طبعا في بدائل كثيره، انا مش بعمل دعايه لشركه، بس انا بقول لك بعض الامثله. في برنامج حلو قوي البنتلي،
كونتكست كابتشر بيبدأ يجمع المعلومات دي كلها بحيث ان هو يبقى عندي موديل موجود، ونبدأ نراقب في بعض البرامج او بعض المواقع اللي تقدر تجمع فيها الداتا ونتعامل معاها. طيب تعالوا نشوف الموضوع دوت. تمام، دي مواقع حاطه الانفورميشن بتاعتها لاي حد حتى لو مش مواطن في المدينه، حطاها متاحه، وحاطه موقع مثلا لو في مشاكل. ده مثلا موقع هو اسمه اليت سيتي داشبورد، تدخل على الموقع تعرف كل المعلومات والكوارث والمشاكل واماكن كل حاجه موجوده، وتقدر اي حد يخش يقول رايه في المشاكل الموجوده. تمام، والداتا دي ثانيه بثانيه، يعني مش حاجه ثابته او صوره ثابته، لا ثانيه بثانيه بيبدا يقول لك ده في مثلا مشكله في الغاز الطبيعي، في مشكله انفجار في المكان الفلاني، اتحلت ازاي، الحاجات اللي حصلت مثلا خلال الشهور اللي فاتت دي يبدا يجيب لك معلومات عنها. فتبدا تبقى عندك معلومات الحاجه دي حصلت ليه، ايه سببها. طيب بيقول لك المشاكل، كل مشكله ممكن تقف عليها، وتبدا تعرف التاريخ بتاعتها حصل فين، المكان، العنوان، سببها، خدت وقت قد ايه على ما تتحل، والحاجات دي كلها. تمام، وبيقول لك انها واحد عادي هو عملها ممكن تعمل واحد زيها وتاخد المعلومات دي كلها تستفاد منها، رغم ان انت مش مواطن في البلد، بس هو بيقول لك المعلومات دي حق لاي حد ان هو يحصل عليها. تمام، فعندي حاجه اسمها ديجيتال توينز، دي اللي هنبدا نتكلم عنها، اللي هو التوأم الرقمي. تمام، التوأم الرقمي لازم يكون فيه سنسور بحيث ما يبقاش نموذج ثابت، يعني ما اجيبش مثلا الموديل بيم مثلا او موديل جي اس وراح حاطه وخلاص، لا لازم يكون ثانيه بثانيه بيبقى فيه ابديتد للحاجات ديت، عشان لما تحصل مشكله اقدر ان انا اتواصل واعرف اخر حاجه حصلت ايه. انا مش عايز اعرف الموديل، ممكن اكون حافظه صم، بس انا عايز اعرف كل ثانيه في الريال تايم ايه اللي بيحصل. تمام، ده الحاجه الحقيقيه، وده الديجيتال توينز. فالديجيتال توينز مسجل في كل المعلومات، فممكن يقول لك خلي بالك خلي بالك السد الفلاني هينهار خلال اسبوع، فكده انا قبل اسبوع ما تحصل الكارثه هبدا اتحرك واحلها قبل ما تحصل، ما استناش لحد ما المشكله تحصل وابدا افكر احلها ازاي. تمام، الكلام ده موجود في مدن كتيره جدا، وفي مدن فيها غنيه ومدن فقيره جدا، بس هم بداوا يستخدموا التكنولوجيا دي ووفروا كتير جدا لما استخدموها. انت مش ملزم ان انت تستخدم كل التكنولوجيات، انت ممكن تختار ايه الانسب لبلدك النهارده، وبعد كده تختار الحاجه الانسب وهكذا. بيقول لك احسن حاجه ابراهام ليكونان بيقول لك ذا بيست واي تو بريدكت ذا فيوتشر از تو كريت، احسن حاجه عشان تسيطر على الفيوتشر او تتجنب المشاكل اللي فيه ان انت اللي تنشئه، فانت عندك كل المعلومات اللي تخليك عارف ايه المشكله اللي تحصل قبل ما تحصل. هو في ذكاء صناعي يقول لك ده السنه اللي فاتت حصل كذا، طب السنه دي هيحصل كذا، طب نخلي بالنا ازاي، وحاجات زي كده. طيب عشان نخش بقى في الديجيتال توينز دي، لازم يكون عندي انترنت اوف ثينجز، يكون عندي كلاود، يكون عندي انترنت 4G، ما ينفعش الانترنت يكون ضعيف او بيقطع او بيعمل اللي بشكل. لازم يكون في ذكاء صناعي عشان يتعامل مع اي مشكله تحصل. عندي بيج داتا اناليتيك، فبيبدا تحلل فتعرف ان المشاكل بتحصل امتى او الزحمه بتحصل امتى، وتبدا تتجنب الموضوع دوت. يبقى في فيجواليزيشن سواء بالاي ار او الفي ار، ولازم المعلومات دي فعلا نقدر نستخدمها، ومش مجرد بس ان انا بتمنظر بيها، لا يبقى في اتخاذ للقرار، مساعده اتخاذ القرار بالحاجات دي كلها. زي الشاشه ديت بيبدا يراقب معدلات الحاجه، مثلا المرور، الزحمه، التلوث، كل الحاجات دي بيبدا يراقبها، ويبدا يعمل بها تقارير ويبدا يشوف المشاكل. طيب من ضمن البرامج الخاصه بالديجيتال توينز، عندي حاجه اوبن سورس يعني مجانيه اي تي وينجز، وعندي حاجه ريد بايتس اسيت مانجمنت سوليوشنز، الحاجات دي برضو اوبن سورس، وعندي برنامج اسمه اسيت وايز كونكت اديشن، و ده عباره عن اسيت انفورميشن مانجمنت سوفت وير، وده بتقدر تربط بيه كل الانترنت اوف ثينجز سنسور اللي موجوده عندك في المدينه، وتبدا تاخد المعلومات كلها وتبدا تحللها وتستفاد بيها. فدي بخصوص البرامج المهمه جدا في الموضوع ده. ده مثلا مثال ماجو 3D، ده بيبدا ياخد البيانات من البيم، وبياخد البيانات من البراوزر و والحاجات دي كلها. طب تعالى نفتحه ونتعامل معاه.
تمام، زي ما انت شايف اهو كميه المعلومات اللي موجوده اهيت. فتقدر تقول له مثلا عايز اشوف الاي اف سي بتاع المدينه، عايز ارفع اي اف سي مثلا معين. دي مدينه سيجونج سيتي، اعتقد دي في ماليزيا. فبيبدا يجيب لك ديمو للحاجات دي، تقدر تتعامل معاها بشكل قوي وتقدر تبرمج اهو. بدا يجيب لك جزء من الموديل، هو بس بيحمل الحاجه. ده اي اف سي جابان تقريبا في اليابان. طيب هو بيبدا يحمل الموديل وتقدر تشوف كل المعلومات، وتقدر تقول له انا عايز اربطه باي برنامج انا عايزه، انا عايز اشوف تشارت الشغل اللي فيه، طب انا عايز اشوف المشاكل اللي موجوده في المدينه، وتبدا تتعامل معاها وتبدا تحلها وحاجات زي كده. طيب انا اديله 10 ثواني، لو ما فتحش ممكن نشوف نكمل. اهو بدا يخاف اهو. هو بيبدأ بقى ياخد المعلومات ويعرضها، بس شكل المعلومات تقيلة شوية. تمام، فيبدأ يظهر لك كل حاجة هي 3D زي ما انت شايف. طيب نكمل. فهو ده اوبن سورس، يعني الماجو 3 دي اوبن سورس. تقدر لو انت مبرمج تقدر تاخد الكود وتقدر تتعامل معاه وتطور فيه والحاجات دي كلها. تمام، انترنت الاشياء، تقدر تاخد المعلومات من الاجهزه كلها وتقدر تتعامل معاها. طيب دي مثلا الجراوند داتا انتجريشن، المعلومات اللي هي حتى تحت الارض بقدر اشوفها واقدر اعرف ايه المعلومات، بحيث لو انا هحفر عشان اعمل اي حاجه ما اخبطش في حاجه كهرباء او حاجه ميه او الحاجات ديت. وبنستخدم الاي اي عشان برضو المابنج نقدر نستفاد منها. طيب الناس عايزه الماده بي دي اف، هديها لكم ان شاء الله حاضر، لان هي فيها شويه فيها شويه صفحات مهمه يعني، فان شاء الله تستفادوا منها. الانفراستراكشر، بنبدا ناخد الانرجي والويست والووتر وتليكوميشن، كل المعلومات دي لازم تكون موجوده عشان نقدر ناخد قرار. انا ما اقدرش اخد قرار وانا ما عنديش اي داتا. تمام، فانا لازم يبقى عندي سمارت سيتي، والهوسبيتال تبقى سمارت هوسبيتال، وسمارت هاي واي، وسمارت فاكتوري، مصانع تكون ذكيه ما يكونش فيها تلوث وهكذا. عندي ترافيك مانجمنت، نقدر نتحكم في الترافيك، المواصلات العامه تكون موجوده، العربيات كلها تكون الكتريكال. تمام، في بعض المدن في وطننا العربي منع دخول اي سياره فيها غاز. تمام، فبنعمل انتجريشن بحيث ان يبقى عندنا سيتي جفرمنت، وتقدر تعمل حاجه صديقه للبيئه. من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها حاجه اسمها البيم، طبعا انتوا ادرى مني بيه، بيلدنج انفورميشن مانجمنت، ازاي ندير معلومات المباني اللي موجوده. وده طبعا لازم يتوفر ان احنا نعمل موديل للمباني ويكون فيها الانفورميشن اللي احنا ممكن نحتاجها. يعني في ناس كتيره احسن من الكلام في موضوع البيم دوت، فهنحاول نعدي عليها بشكل سريع. لازم يكون الرايت انفورميشن ان ذا رايت فورم فروم ذا رايت بيرسون ات ذا رايت تايم. انا محتاج المعلومات الصحيحه في الوقت الصحيح في الشكل الصحيح من الشخص الصحيح في الوقت الصحيح. ده الفكره كلها، ان احنا بنستخدم تكنولوجيا البيم. وده مثلا بعض الحاجات، ده الانفرا ورك 660 الشرح في بيم اريبيا برضو. ونبدا ناخد كل المعلومات، كل مبنى فيهم بيديني معلومات. لو حصل اي حاجه في مبنى من المباني بتبدا تبلغ الجهه المسؤوله في ساعتها. انا اشتغلت في مبنى ترافيك كنترول سنتر، فبيبقى فيه شاشات كتيره وفي سنسور وفي كل الحاجات، لو حصل اي مشكله تقدر تعرفها في ساعتها. فبنتكامل بقى مع البيم مع الجي اي اس. الجي اي اس اللي هو بيتعامل مع المدن مع البيم، نقدر نقول ان ده الغابه ودي الاشجار، يعني ده المسطح الكبير وده الاجزاء اللي جواه.
فلازم يتكاملوا مع بعض بحيث ان انت تستفاد. لو انت بتتعامل مع جي اي اس بس هتلاقي المعلومات عندك ناقصه، فلازم يتعاملوا مع بعض. ففي مصطلح بيظهر عندنا اللي هو السي اي ام، سيفل انتجريشن انتجريتد مانجمنت، ده ان احنا نعمل المدينه من خلال جي اي اس والبيم. في عندنا معلومات قويه، البيم ميزته ان هو بيتكامل مع حاجات كتيره جدا زي البروجكت دوكيومنتيشن، زي ليدر، زي الروتس، زي الفيجواليزيشن، كوردينيشن، ال 4 دي وال 5 دي وال 6 دي وهكذا. فبنقدر من خلاله ان احنا نساعد في ان المدينه تكون فيها استدامه وتكون صادقه للبيئه. طيب البيم من ضمن الحاجات ان هو بيبقى مرتبط بالانترنت اوف ثينجز، فبنقدر نعمل حاجه تكون مثلا، خلينا ناخد مثلا مثال بسيط على اساس الناس تاخد يعني تتخيل الفكره، ان انا ممكن انا مثلا ساكن هنا ورحت هنا في نص ساعه وحرقت مثلا بنزين مثلا في كام لتر، ممكن اقعد هنا بعد ما وصلت للمكان نص ساعه كمان بدور على ركنه. فانا ممكن في السمارت سيتي يبقى عندي تطبيق ادوس عليه يقول لي فين اقرب ركنه، فيقول لي مثلا امشي كده كده هتلاقي مكان فاضي وهكذا، فيقلل لي النص ساعه الهدر اللي انا مزاحم فيها الشوارع وبهلك فيها البنزين وبهلك فيها في وقتي. فدي حاجه صغيره جدا قدرنا ان احنا يعني من خلال ان احنا حلينا مشكله الباركنج دي وفرنا وقت. برضو الفارتكشن، اي حريقه قبل ما اول شراره نبدا نحلها ممكن طفل صغير يطفيها، انما لو صبرنا عليها شويه ممكن المطاف ما تقدرش تطفيها. فدي بعض الحاجات الخاصه بالسمارت سيتي. هو بيراقب الكاميرا بتاعت كل شخص، لو في اي حاجه ذكاء صناعي يلقط ده حرامي، ده جاي يسرق، ده متردد، ده كذا، فيبدا يقفل المكان حواليه ويبدا يبلغ عنه الشرطه وهكذا. عندي هنا سمارت انتربرايز مونيتور، تعال نشوفه مفتوح، يعني مش عاملينه سر ولا لا، مفتوح اهو. وده سمارت سيتي مونيتور، ده خاص بديجيتال توينز، وده خاص بانترنت الاشياء. تمام، دي موجوده اهيت، تبدا تشوف المعلومات الخاصه بالمدينه. تمام، بيقول لك ويلكم تو فري سمارت سيتي مونيتور ديمو، دي نسخه تجريبيه تقدر تحصل عليها، ممكن تعمل سيلكت على اي عنصر تبدا تشوف كل المعلومات المتعلقه بالعنصر دوت. اوفر فيو، ديسكريبشن، الداتا، السنسور، الفيديو كاميرا، انا عايز اشوف كاميرا حقيقيه في نفس اللحظه لكل مشكله بتحصل. تمام، تبدا بقى تشوف كل سنسور اسمه ومكانه وكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، وده الارقام اللي كانت موجوده خلال مثلا السنه كلها. تمام، افتح الكاميرا ديت فيعمل كونكشن تو ستيم ويبدا يحمل الكاميرا. تمام، وهكذا انتربرايز بزنس، فابدا اقول له مثلا عايز اشوف موضوع الطاقه، يبدا يجيب لي كل المعلومات الخاصه بالطاقه. تمام، عندي مثلا هنا الكاستم جروبس وهكذا، يبدا كل واحده فيهم يبدا يدخل لي كميه المعلومات المهوله اللي لو احنا دخلنا فيها فعلا يعني حاجه مبهره. تمام، يعني هو بيفصص لي كل حاجه في المدينه كلها. طيب خلينا نقفل. عندي برضو الانتليجنت اوبريشن سنتر الاي او سي، وعندي بنستخدم البيج داتا بالذات الهدو، ده اتكلمنا عنه في مجله في البيم اريبيا. تمام، بتبدا تحط قاعده بيانات بحيث كميه المعلومات اللي جايلك من السنسور دي تقدر تتعامل معاها. ما ملهاش اي معنى ان انا يبقى عندي كميه معلومات كبيره بس انا مش قادر استفاد منها، لا، لازم يكون في حاجه تفصص لي المعلومات او تعمل لي تحديد للمعلومات المهمه بس اللي انا اشوفها. هنا بقى بيقول لي الانبوت، هيبدا يجيب لي داتا بيسز و الحاجات دي كلها، هتخش في البيج داتا ويبدا يحللها لي ويبدا بقى يعرضها لي على الداشبورد فيجواليزيشن، يبدا ابدا اشوف الريال تايم ديسكشن سبورت، بيبدا يدعم اي حد بيتخذ في القرارات، داتا اوتبوت ريبورت وهكذا. فعندي هنا الداتا، عندي هنا السنسور، دي طبقه معينه في سنسور في المدينه كلها. الداتا لاير، في اكتر من داتا لاير، بيبدا يحلل البيانات اللي جايه. البيزنس لاير، وبعد كده الابلكيشن لاير، ان يبقى في الموبايل نفسه انت بتسطب كمواطن عادي المعلومات الاوبن داتا، ويبدا يقول لك مثلا المواصلات كذا، الابلكيشن كذا. ليه اقعد اروح عشان اعمل شهاده الميلاد او جواز سفر او الحاجات دي بالخمس ست ساعات عشان تطلع؟ ما انا ممكن بالموبايل بعملها، يعني ايه اللي يخليني اروح انا وقفت في الطابور؟
طابور، وقفت في طابور طويل. اول ما رحت قال لي 315، فبطلع الفلوس يقول لا رقمك 315، انت تقف في الطابور. وقفت 7 ساعات تقريبا لحد ما جه دوري بعد ما وقفت في طابور تاني عشان اخد رقم. فاحنا محتاجين ان احنا نقلل الوقت اللي بيتم هدره، يعني الوقت ده انت تستفاد منه. الناس بره بتبدع لان هو يعني ما عندوش تضييع الوقت دوت، ما بيقعدش كل الوقت عمال يفكر في ان هو لازم يحوش نص مليون عشان يتجوز وبتاع. لا، عايزين نسهل الامور على نفسنا عشان الحياه تبقى سهله وبسيطه. طيب، من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها تكنولوجيا اسمها اوبن ستريت ماب، ودي عملنا عنها اكتر من محاضره. دي مجاني تماما، بنقدر ناخد المعلومات كلها، خريطه كامله احنا اللي بنتحكم فيها. ودي ممكن انت تشتغل معانا برضو فيها. احنا بنعمل دلوقتي اوبن ستريت ماب ايجيبت، وكل الدول العربيه برضو شغالين معانا، وتجيب تحت قياده دكتور عبد الرحمن الفرجاني، بتجيب الموبايل وتبدا تحطه في العربيه وتبدا تصور الشوارع وتحلل الداتا ونحط الارتفاعات، وكل الكلام ده مجاني تماما. وحاليا بنتكلم مع الدوله بحيث انها تبقى تحت اشراف الدوله، بحيث ان ما يبقاش فيه اي مشاكل ان شاء الله. تمام. طيب، مين اللي بيملكها؟ محدش بيملكها. في برامج كتيره جدا بتستخدم الاوبن ستريت ماب، زي اليومن، زي الانفرا وركس، زي اوتوكاد، زي الجي اس والحاجات دي كلها. طيب، في برنامج مثلا اسمه زين سيتي، ده عباره عن ايه؟ دوله عايز تعمل مشروع فيه فلوس، فيه كذا مليار، فيقول لك ايه؟ انهي مشروع اللي انت عايزه؟ فالناس تصوت انهي مشروع اللي عايزاه. انا مثلا من وجهه نظري ان احنا لازم نهتم في بلدنا مثلا بموضوع الكمامه. ليه؟ هيحل مشكله المشكل الحضاري واحنا بلد سياحيه، هيحل مشكله الصحه، هيحل مشكله حاجات كتير قوي. واحد اكتر الناس قالت لا ده احنا عندنا مشكله في الطريق، خلاص يبقى كلامهم يمشي، بنعمل تصويت والمشكله الاكبر تصويتهم بتتحل دلوقتي، نشوف الحلول بتاعتها والمشكله الثانيه نحلها بعدين. ما ينفعش مسؤول ياخد قرار من غير ما يرجع للشعب ويرجع لسكان المنطقه. يعني انا ساكن في مكان ودافع فلوس عشان كذا، وفجاه ان هم قطعوا الاشجار، او فجاه ان هم عملوا شارع قدام بيتي، او فجاه بالمشاكل دي، لازم يبقى في دراسه وتاخد راي الناس هل ده الانسب ليهم ولا لا، ايه انسب حاجه تحل لهم المشاكل دي. تمام. طيب، ناخد بقى بعض الامثله من سمارت سيتي. طب انا نقف شويه لو حد عنده اي سؤال، لو في حد عنده اي سؤال قبل ما نكمل. في حد عنده اي سؤال؟ تمام، يا ريت لو اي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند بحيث افتح له المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا جزاك الله خير في خير باشمهندس عمر، وما شاء الله عليك مميز ومحاضره جدا، وما شاء الله يعني فيها حاجات كتير محتاجين نرجع لها تاني ان شاء الله. السؤال بس، الله يبارك فيك، السؤال دلوقتي احنا لما نيجي نعمل سمارت سيتي ببتديها من الصفر، اوكي؟ ده اوكي وانا متفق عليه، وبنعمل كل الدراسه بتاعتها بكل النواحي، دراسات الجدوى بتاعتها. طب لو انا عندي مدينه عاوز احولها سمارت سيتي، ايه المطلوب فيها؟ تمام يا دكتور. هو السؤال ده فعلا يعني حاجه قويه جدا. السؤال اللي الدكتور بيساله، لو انا مش بتكلم على مدينه قائمه فعلا، تمام، يعني انا بتكلم مثلا على مدينه زي القاهره او اسكندريه ومبنيه فعلا، يعني انا لو هبني مدينه ممكن ابدا احط بعض الحاجات في الاول اصلا في التصميم المبدئي، بس هي موجوده. تمام، ساعتها بقى بنبدا ندرس ايه الحلول اللي موجوده اللي ينفع انها تتعمل. في بعض الحلول مش هينفع. تمام، هنشوف بعض الامثله للسمارت سيتي. يعني على سبيل المثال مثلا مدينه برشلونه كانت عامله ان القمامه كلها تتجمع من خلال مواسير تشفط القمامه من الصناديق، يعني مفيش عربيه تمشي تلم الزباله، لا هي تتلم كلها من خلال المواسير اللي حطها. ده صعب يتعمل مثلا في القاهره او اسكندريه لان المدن قايمه، فاحنا بنبدا نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها بسهوله وبالجهود الذاتيه. على سبيل المثال ممكن يعني مثلا لو الدوله عايزه تساعد ممكن تقول ايه؟ انا هلغي الضرايب، الغي الضرايب مثلا على كل الالواح الشمسيه اللي هتدخل مصر. فكده الناس تبدا تتجه لموضوع الطاقه الشمسيه، او اللي هيستغل بالطاقه الشمسيه ومش هياخد كهرباء خلاص، او اللي عنده فائض من الكهرباء انا ممكن اشتريها منه. ده بيحصل مثلا في الاردن. تمام، فممكن نبدا نشوف ايه الحلول البسيطه اللي ممكن تتعمل. يعني على سبيل المثال ممكن ناخد مثلا الترافيك بتاع المرور، نبدا ناخد التقنيه دي ونبدا نشوف انسب حاجه لينا ونبدا نطبقها ونوفر وقت، او الباركينج، الناس تعمل تطبيق مثلا للباركينج وهكذا. فانا مش لازم اعمل مدينه ذكيه
فيها كل المواصفات اللي هنتكلم فيها. لا ممكن نختار اتنين تلاتة من الحاجات الأساسية اللي هتساعدنا وهتخلي حياتنا أفضل، لما نعملهم نشوف اتنين تانيين، لما نعملهم نشوف اتنين تانيين وهكذا. فتلاقي شوارعنا بقت نظيفة، تلاقي السحابات أفضل، تلاقي استهلاك الكهرباء قل وهكذا. فهي واحدة واحدة، مش لازم إن احنا نعملها كلها. وهنشوف أمثلة دلوقتي في دول زي الهند وكده. أنا رفعت لكم البرزنتيشن لو حد عايز يحملها، وإن شاء الله في الأمثلة هنجاوب على الموضوع ده. طيب أتمنى أكون جاوبت على سؤال حضرتك. الله يبارك فيك، شكرا لك. الله يكرمك باشمهندس، أو باشمهندس أمينة، باشمهندس أمينة اتفضل. السلام عليكم أستاذ، شكرا لك على ما قدمته في الدرس في المحاضرة. يعني لدي سؤال حول، هل لديكم مثال حول كيفية التحويل التدريجي لمدينة غير ذكية إلى مدينة ذكية، أي المراحل التي تمر بها هذه المدينة؟ تمام، احنا هنتكلم دلوقتي عنها. هو دلوقتي ان شاء الله نتكلم عنه. تمام، احنا هنذكر في اماكن دلوقتي، وانا بادئ بالهند، يعني بمدينه، مش بنتكلم على مدينه في امريكا او اوروبا، لا بادئين بمدينه بسيطه ان شاء الله. يعني تمام، احنا هنتكلم دلوقتي عنه. نعم، يعني احداث التغيير حول المنجز وليس انجاد مدينه جديده. شكرا. تمام، احنا هنذكر في اماكن دلوقتي، وانا بادئ بالهند، يعني في صدى صوت، في صدى صوت نتكلم على مدينه في امريكا. طيب في حد عنده صوت ثاني؟ ايوه يا باشمهندس. ايوه اتفضل. كنت عايز اسال حضرتك ازاي نقدر نطبق المدن الذكيه على المواقع التراثيه او الاثريه، يعني هل ينفع تطبيقها ولا صعب مع مراعاه التحفظ على عدم التغيير في المظهر العام والشكل والطابع العام التراثي يعني؟ تمام، حضرتك تخصص ايه؟ السؤال ده متخصص قوي. انا كليه اثار جامعه القاهره. تمام. طيب اتشرفنا يا فندم. طيب هي الفكره كلها برضو، دي حاجه مهمه جدا، ودي من ضمن الحاجات اللي حصلت برضو في الهند، ان هم حافظوا على شكل المدينه نفسه اللي بداوا يطبقوا عليه. كانت مدينه من افقر المدن اللي موجوده، اللي ممكن لو قارناها مثلا في مصر نقول مثلا مدينه كذا، بدون ذكر اسم عشان ما حدش يزعل، بس هي فعلا كانت مدينه فيها جرائم كتير، فيها مشاكل كتير، اهلها تحت خط الفقر. قدروا من خلال ان هم بداوا يشوفوا ايه التكنولوجيا المفيده ليهم، مع المحافظه على شكل المباني وعلى المحافظه على التصميم بتاع المدينه، قدروا يوصلوا ان هم يعملوا حاجه بيسموها دلوقتي ايه، بيسموها وادي سيليكون الهندي. يعني الشركات اللي هي موجوده في امريكا، بدل ما بتستثمر في وادي سيليكون الامريكي، بتروح في وادي سيليكون الهندي وتقول لك ده انسب لنا واوفر واحسن. واي تكنولوجيا جديده بتحصل في اي شركه من الشركات العملاقه، بيقول لك احنا هنجربها هناك، هنبنيها هناك. فاصبحت من احسن التكنولوجيات من غير ما يدمر. انا عندي الاثار عايز احافظ عليها، ما ينفعش اصلا ان انا اعمل اناره قويه تدمر الاثر اللي عندي، او ان انا اسمح بان حد يشيل الواجهه الازاز عشان يصور الحاجه اللي بتحصل او يصور الاثر اللي موجود. فانا عندي اشتراطات معينه، ان مثلا الاثار دي مش حدش يقرب منها، حاجات زي كده. بس نبدا نشوف ازاي نستخدمها في ان احنا نعمل سياحه قويه. على سبيل المثال، محدش يزعل، بس ممكن انا ليا برضو رأي يا باشمهندس، وحضرتك قول لي صح ولا غلط. ممكن نستخدم موضوع السنسورز والمونيتور سيستم في موضوع ان كراكس، مثلا لو في كراك في المبنى الاثري او ان المنشأ ده خلاص هيتهد او هيقال السقوط، ينبهني للمنشأ ده وحالته الانشائية عاملة ازاي، وفي ثانية ممكن اروح اعمل له اولوية ترميم. مظبوط. اول حاجه بستخدمها اللي هو ليزر سكان، بعمل ليزر سكان للمكان واحتفظ بنسخه منه كداتا، ويبقى معايا مثلا درون بحيث ان انا اوصل للاماكن الصعبه ان انا اوصل لها. عندي نموذج للمبنى، بحط بقى الحاجات الاساسيه اللي ما ينفعش يحصل فيها اي مشاكل، بحط سنسور زي ما حضرتك بتقولي، بحيث ان لو في اي مشاكل موجوده في الاثر ابدا ان انا اتابعها، بعمل له ديجيتال توينز بحيث لو في مشكله تحصل بعد كده تبدا تظهر معايا من قبليها. ببدا اشوف ايه الانسب. يعني لو احنا جينا نبص كده على الهرم للاسف واخد اكتر اثر على مستوى العالم مخيب للامال، لان هو المفروض ان هو احسن اثر في العالم، بس لان في بعض المشاكل
اللي مش متعلقة بالآثار بس متعلقة بينا إحنا. مفيش طريق مثلا مباشرة من المطار للهرم، إن شاء الله المشكلة دي تتحل يعني في المشاريع اللي بتحصل دلوقتي. حوالين الهرم بتلاقي تهريج كتير جدا، في اللي هو الناس اللي هم بتاع الجمال دول بينصبوا على الواحد، يقول لك اركب ب 50 ريال أو 50 جنيه ولما تنزل ياخد منك فلوس عشان ينزلك ويبيع لك حاجات من الآثار. أو وجنبيك هتلاقي ماكدونالدز وكنتاكي، المفروض إن أنا أعيش في جو الآثار ما ألاقيش محلات أمريكية حواليا يعني. فمحتاج إعادة نظر بحيث إن إحنا نستفاد من الثروة اللي عندنا. الآثار دي ثروة كبيرة جدا، ممكن تجيب لنا دخل قوي جدا، بس محتاجين إن إحنا نستخدم فيها السمارت يعني. عايزين إيه؟ الآثار الذكية. نبدأ بقى نركز إيه التكنولوجيات اللي ممكن ناخدها من السمارت سيتي دي ونبدأ نحطها بحيث إن أي حد يقدر يوصل بسهولة. في نظافة في التعامل، في أول مساح بينزل نديله مثلا ورقة مجانا كده، ورقة هكلفنا نص جنيه مثلا، فيها الأماكن الآثار اللي موجودة وهكذا، بحيث إن إحنا نهتم بيها. تمام، هي دي النقطة، وإن شاء الله هنشوف أمثلة دلوقتي في الموضوع ده. شكرا يا باشمهندس على معلومات الله حضرتك القيمة، بارك الله فيك يا يكرمك، رب. مع السلامة. الله يسلمك. طيب في أي أسئلة تانية؟ تمام، باشمهندس محمد نور. مهندس عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن الفنجاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك صحة دكتور. تفضل دكتور. مساء الخير أستاذنا الفاضل أخي مهندس عمر وجميع الأخوة في الدعم الإلكتروني لسلسلة دروس وشروحات القيمة التي أتريتم بها المحتوى العربي، جزاكم الله خير، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. الله يكرمك. أنا صراحة نعتذر عن التأخير، التحق بالمحاضرة متأخر نظرا لبعض الظروف، ولكن الموضوع شيق جدا جدا ولم أستطع أن أقاوم ودخلت بأسرع ما يمكن واستمعت إلى جزء حوالي أقل من 15 دقيقة الآن، ولكن إذا سمحتم لي عندي مداخلة بسيطة يعني، بارك الله فيك. أكيد يا تفضل. الله يبارك فيك. احنا اخي عمر دائما وابدا نرجع للبسط، نحاول نبسط الامور ونرجع الى التعريفات الاساسيه. نرجع لتعريف المدينه الذكيه في حد ذاتها. المدينه الذكيه اخواني الاعزاء واخواتي العزات لا تنحصر في التكنولوجيا والتقنيات. المدينه الذكيه تنطلق من الانسان، واحنا مرات عديده تناقشت انا واخي مهندس عمر في هذا الموضوع. وتبدا المدينه الذكيه، أنا استمعت لإحدى الأخوات سألت كيف يمكن تحويل مدينة قائمة إلى مدينة ذكية، سواء كان مدينة قائمة أو مشروع جديد لإنشاء مدينة جديدة. الخطوة الأولى هي بناء روح المواطن الفاعلة عند المواطنين نفسهم، وهذا هو حجر الأساس. It's all about human. المواطنين أو السكان أو البشر اللي هم موجودين في المكان هم حجر الأساس في المدينة الذكية. فلا يمكن أن لو استخدمت كل التقنيات الحديثة وكانت المدينة رقمية سايبر سيتي والناس الذين يقطنونها ليس لديهم وعي بأدبيات العيش في مدينة واستخدام الأدوات الحديثة الموجودة في هذه المدينة، فذلك هادر للوقت والموارد ولن نستفد شيء. فهذه النقطة اللي حبيت نشاركها معكم، إن هو ننتبه إلى تنمية الروح المواطنة الفاعلة عند السكان قبل كل شيء. ما معنى هذا الكلام؟ حرص الناس أو زرع روح الناس في المشاركة فيما يدور حواليهم من نشاطات أو من فعاليات تصب في تنمية وتطوير مدينتهم. هذا أول شيء. ما ينفعش أنك تكون في مدينة ذكية وتكون ما عندكش مشاركة بشكل أو بآخر. بداية الأمر يعني من التحول من شيء اجتماعي يعني سوشيال، أو لو تدخل فيه من ناحية السوسيولوجية وتنتقل للناحية الفنية والتقنية، أنت تحتاج إلى حملة موسعة من التوعية
التقنية والاجتماعية في نفس الوقت تدمج بيناتهم عشان تعرف أولا بهذا المفهوم، تعرف به من ناحية المواطنة الفاعلة والتربية المدنية قبل ما تعرف به من ناحية التكنولوجية والتقنية. ولو بسطنا الأمور أكثر، ناخذ الأهداف 17 للأمم المتحدة للتنمية المستدامة، فحنجدهم كل هدف من هذه الأهداف فيها روح المواطنة الفاعلة واللي توصل في النهاية للتنمية المستدامة. ولما نحقق التنمية المستدامة نقدر ببساطة نحقق مفهوم المدينة الذكية. وبارك الله فيكم، وهذه حبيت أن المشاركة نشاركها معكم. شكرا جزيلا أخي عمر، وشكرا لجميع المستمعين والحضور. ألف شكر حضرتك دكتور. دكتور طبعا عبد الرحمن فرجاني، احنا ذكرنا اسمه في أثناء المحاضرة لما جينا كلامنا عن الأمم ستريت مان، نقولنا هو يعني الأب الروحي ليها كلها، وكلمنا برضو عن الإنسان في أول المحاضرة، وفي آخر الشريحة برضو هنتكلم برضو عن الإنسان. هو فعلا زي ما الدكتور بيقول، هي لازم تكون أساس الحاجة اللي احنا نشتغل عليها. طيب دكتورة رشا بعد إذنك. دكتورة رشا السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتورة؟ اهلا بيك يا باشمهندس عمر، جزاك الله خيرا. انا مبسوطه قوي بالابروش السمارت سيتي ميد فروم ذا هيومن اند تو ذا هيومن، ومنها احب بس يعني نتناول معنى السمارت سيتي بمعناها الواسع والشامل. وان كان النهارده في 2021 محتاجين فعلا ان احنا نطبق التكنولوجي والانتجريتد سيستمز عشان ناخد منها الانفورميشن اللي تقدر تدينا يعني حكمه في القرارات، وكل ده انا موافقه عليه تماما. بس كمان عايزه يعني اشارك الفكره اللي في دماغي بتدور، ان السمارتنس موجوده من زمان قوي. يعني الفلاح البسيط لما كان بياكلوا اكلهم وبيغسلوا مثلا الحاجات العضويه وبيرموها في الارض علشان تعمل سماد، المباني القديمه ملاقي في الهواء واستخدام الاداب والمواعيد الطوب دي كانت سمارت بيلدينج. المشربيه اذا سمارت ايتم، النهارده بنعمل حاجات مشابهه دي في دبي وفي المدن فعلا اللي هي هاي تك، يعني علشان نبتدي نستفيد من أشعة الشمس ودرجات الحرارة وهو إلى آخره. فالسمارتنس يعني حابة أن أنا ما أحصرهاش في استخدام التكنولوجي قد ما أنا أن الإنسان لما بيحس أن هو بيلونجينج تو ديفينيشن معينة بيبتدي يوظف أفكاره إزاي يستفيد بالوضع وإزاي يحسن حياته. وطبعا ده بالإضافة للإنفورميشن والداتا العظيمة اللي أنا سمعها في المحاضرة النهاردة. الحاجة الثانية اللي أنا برضو نفسي، وده طلب مش سؤال، إن إذا فعلا حاليا إحنا بنجمع داتا ومحتاجين إن إحنا نرفع information على system في بلدنا، يعني عشان ده يبقى نقطة لي إن يكون ده information بيتبنى عليها application أو حاجة، ياريت تفتح لنا أو يعني نسيب الدعوة للناس اللي حابة يكون ليها دور إيجابي. ناس كتير بتبقى عايزة تعمل حاجة بس مش عارفة تعملها ازاي او فين، فلو في حاجة زي كده طبعا من انا شخصيا اتمنى اكون جزء منها، ومتأكدة ان في مني كتير جدا. حاجة ثالثة بقى دي علاقة باللي كان بيتكلم فيه دكتور الفاضل اللي كان بيتكلم من دقيقتين، هي نقطة فعلا الحفاظ على حاجة قائمة. يعني احنا لما هنعمل سمارت سيتي احنا مش هنعملها من عدم، هي اوريدي دلوقتي في افكار كتير احنا بطبيعة الحال اضطرينا ان احنا نستخدمها، يعني او شفناها ان هي حاجة بتساعد على حياة افضل، زي ابليكيشنز كتير فيها كار بولينج وزي حاجات كتير، يعني عشان ما اخدش من وقت المحاضرة. ولكن اللي بيخلي حاجة تستمر او ما تستمرش بنفس الكفاءة هي فعلا يعني اقول ايه درجة وعي الانسان بيها، ودي جزء منها بيكون فعلا انتمائه للبلد وانتمائه للحاجة اللي عايزها تستمر بأفضلية. يعني احنا عملنا construction boom في الفترة الأخيرة، بنينا مولات بسكيل يضاهي البلاد في الخليج والبلاد الأجنبية، ولكن احنا النهاردة بندخل نلاقي اللي اتعمل من 3-4 سنين السيراميك بتاعه بيتكسر والسيلينج بينزل أمطار. ليه؟ لأن فكرة الصيانة نفسها مش موجودة. فبرضو دي نقطة يعني حابة ان احنا يعني نكونسيدر واحنا بنتكلم، لعلي كنت الاويرنس هي يعني
المفروض ان احنا يعني نعمل حاجه كويسه ونقدر نحافظ عليه. فبشكرك. تمام يا دكتوره، متفق طبعا مع كل حرف حضرتك قلتيه، يعني دايما نتعلم من حضرتك. طبعا الدكتور ابراهيم عطيه ودكتوره رشا ودكتور عبد الرحمن زي ما قلت لكم اساتذتي وبتعلم منهم دايما كتير. في مدينه اسمها مدينه غدامس، دي موجوده في ليبيا، من اقدم المدن على مستوى العالم، ومع ذلك من افضل الامثله على السمارت سيتي. وانا قريت كتاب يعني التصور او الفكره بتاعتها حاجه تحفه، حاجه روعه. يعني المباني اصلا رغم انها في الصحراء ودرجه الحراره، بس هي المباني كلها الممرات كلها مسقوفه، في سقف وفي دور فوق الستات تمشي فيه منفصل تماما على الدور الكوردر اللي تحت وحاجات زي كده، وتصميم معمول بالطوب الني بس معمول حتى الان وموجود والناس ساكنه فيه وعايشه فيه، فحاجه فخمه. وجزاكم الله كل خير على المداخله الكريمه دي. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. دكتور عبد الرحمن اتفضل، او اي اتفضل اتفضل باشمهندس محمد. السلام عليكم باشمهندس عمر. وعليكم السلام، اتفضل اتفضل استاذ حبيبي. انا محمد نور، مهندس تخطيط عمراني، متخصص طبعا في موضوع التخطيط المدني. انا الموضوع صراحه شيق، واشكرك واشكر القائمين على المحاضره. وانا حاليا بعمل ماجستير في حاجه اسمها اللي هو اللو كربون سيتي، ده برضو ترند طالع جديد اللي هي المدن منخفضه الكربون. فبرضو كنت بفكر يعني حتى في خلال البحث اللي انا شغال عليه ازاي نربط كل الترند اللي هي الموجوده زي الجرين سيتي، الايكو سيتي، السمارت سيتي مع التوجه اللي انا بدرسه. فهل يعني من حكم خبرة حضرتك، هل واجهتك حاجة ممكن ازاي اربط بيها الكونسبت بتاع السمارت سيتي مع المدن اللي هي صديقة للبيئة او اللي هي منخفضة الكربون او حاجة زي كده؟ يعني انا قريت كتب كتير بصراحة، لكن لسه ما تبحرتش في القراءة. هو جزء من المدن الذكية موضوع اللو كربون، لو كربون. وبريطانيا دلوقتي عاملة كود للموضوع دوت، وفي دول كتيرة منع ان السيارات اللي هي بتمشي بالبنزين تخش المكان. صحيح. فهو جزء من السمارت سيتي. صحيح. ان تعمل سنسور بحيث تقيس ولو في مشاكل. في الصين مدن بدأت تظهر فعلا مدن منخفضة الكربون تماما، يعني والزيرو كربون، ابتدوا يتجهوا كمان للزيرو كربون، مش المنخفض كمان، الزيرو كربون كمان. وده يحصل قريب في السعودية برضه. صحيح صحيح. فأتمنى ان الواحد ان شاء الله يحاول في يعني من خلال تبحره والقراءه الفتره اللي جايه يحاول يعني يلاقي ميثود يربط بيها ما بين كل التوجهات دي، وخاصه السمارت سيتي، لان كل الحاجات دي هتحتاج سنسورز. ازاي تقيس درجه الكربون المنبعثه مثلا في الاحياء، ازاي زي ما حضرتك تفضلت ان هو مثلا لما ممكن ندي الناس اللي بتستخدم الحاجات الايكو زي الطاقه الشمسيه، ازاي نديهم انسنتيف ان هم تخفيضات في ضرائب في حاجات زي كده، ان هو يستخدم الحاجه دي هي، بحيث ان في الاخر احنا العالم كله دلوقتي بيتكلم على حاجه تغير المناخ. تغير المناخ دوت اثار سلبيه كتير على الانسان، فكل دلوقتي بيحاول يعمل بريفنت للموضوع دوت باكتر من توجه. طبعا سكيلت دراسه المدينه هو اكتر حاجه بتاثر، واكتر تطبيق هو بيجيب نتيجه عن التطبيق على المنزل. هو اي نعم هو كله بيؤدي نفس المسار، لكن لما بنتكلم على التطبيق منهجية على مستوى المدينة، أكيد نتيجته بتكون تأثيرها أقوى بكتير نطبق على حاجة أقل يعني. فأشكرك أخيراً على المحاضرة، وإن شاء الله يعني أنا تفيد إن شاء الله. الله يكرمك. تفضل دكتور. السلام عليكم. لي أنا أخي عمر الفرصة يعني. تفضل حضرتك دكتور. الله يبارك فيك، شكراً. أنا آسف جداً تدخلت المرة الثانية، بس الله يبارك فيك، شكرا، الله يكرمك أخي عمر. بس أنا تذكرت تعقيب بسيط على السيدة اللي تكلمت على تطبيقات المدن الذكية في المواقع الأثرية، وهذا كان عندنا السنة الماضية في مركز أبحاث المدن الذكية. أنا متخصص في هندسة المدن الذكية ومسؤول على التدريب والتطوير المهني في الاتحاد العربي للمساحة، وكان عندنا مشروع اللي هو الآثار الذكية. وسألت الأخت كيف يمكن تطبيق المفهوم المدن الذكية والاستفادة به والاستعانة به في المدن الأثرية. طبعاً هي بكل بساطة تكلمت أخي عمر على الديجيتال توين أو التوأم الرقمي. التوأم الرقمي وبالذات الآن بعد جائحة كورونا وأزمة يعني منع أو حظر السفر والتجوال أدى إلى إقفال بعض المواقع الأثرية. تخيل أننا لو
قبل هذا الإقفال كنا قد أعددنا ديجيتال توين لهذه المواقع وزودناه بتقنيات الواقع الافتراضي المعزز بالأوغمانتد رياليتي والفيرشوال رياليتي ومواقع معينة يعني تحت إدارة الهيئات أو الجهات المتخصصة بإدارة المواقع الأثرية تعمل يعني بورتل أو بوابة إلكترونية خاصة بالزيارات السياحية لهذه المواقع مما يحافظ على الدخل اللي تجلبه أو تحققه أو المنفعة المالية اللي تحققها هذه المواقع من خلال زيارة السواح والأجانب إلى هذه المواقع افتراضيا. هذه واحد من التطبيقات اللي ممكن في المدن الأثرية باستفادة من التقنيات الذكية. ثاني شيء ممكن إذا كان حتى الزائر موجود وعنده فرصة أن يصل إلى الموقع ممكن نضيف كذلك بعض الشروحات الرقمية وبعض التقنيات حتى كذلك حتى في الموقع نفسه الواقع الافتراضي يرتدي نظارة معينة أو أدوات معينة بحيث أن كل ما يصل عند معلم معين يحصل على شروحات مرقمنة أو رقمية أحياناً يوفر عليه عدة لغات أحياناً يكون الترجمة أو الدليل السياحي أو ما إلى ذلك كله يكون رقمياً. فهذه التطبيقات مباشرة وبسيطة وليست صعبة وليست معقدة ولا تحتاج إلى تقنيات كبيرة ولكنها للأسف في دولنا في الوطن العربي غير موجودة وهي بسيطة جداً جداً ولكن مجرد يعني الآن أنا بعيش في فرنسا في فترة الجائحة لجأوا لهذا الأسلوب وحققوا مداخيل كبيرة في المتاحف معروف طبعاً باريس مشهورة بالمتاحف فلم تتوقف الزيارات ولم يتوقف تحصيل الأموال من المواقع الأثرية وهذا تطبيق مباشر أو إسقاط مباشر لتطبيقات المدن الذكية. أما بالنسبة للمدن المخفضة الكربون فهذه لا علاقة بالبوليسي أنت لما تعمل بلانينج لسيتي معينة أكيد حتكتب بوليسي من البداية فبناء على البوليسي هذا بعدها تعمل ستركشر لكل ستيبس وكل الاكسكيوشنال بلانز اللي انت حتعملهم حتتوقف على الريتن بوليسي اللي انت كتبتها في البداية انت عاوز ايه بالضبط عايز مدينة لو كاربون حتوصلها من خلال التارجت اللي حطيتها في البوليسي متاعك من البداية. التقنيات موجودة ولكن قلنا it's all about الانسان يعني. شكرا جزيلا. شكرا لك دكتور جزاكم الله خير. دكتور احمد رجب تفضل. دكتور احمد السلام عليكم. عليكم السلام زي حضرتك استاذ الله يخليك حضرتك انا بحييكم واشكركم جدا على تلك الموضوعات الجميله اللي يجب جميع الباحثين والاساتذه الكبار وشركات والدول والحكومات كلها تنتبه اليها لان العالم كله اخذ للتطور والتقدم بصوره كبيره تنعكس بصوره أو أخرى على الحياة وطبيعتها. لكن في بعض النقاط سريعا. أولا المدن الذكية. المدن الذكية زي ما تفضل البشمهندس مشكورا وبعد منه علق أستاذنا الدكتور عبد الرحمن الفرجاني بصورة مبسطة تصلح للمدن المخططة حديثا. طيب المدن القائمة المكتظة في بعض المجتمعات العربية وفي منطقتنا بالذات مصر كيف يمكن تطويرها وتحقيق نوع من sustainable development التنمية المستدامة ليه؟ هل يمكن سؤال آخر هل يمكن تحقيق هذه الاستدامة أو نوع smart city انعكاسه على الريف الريف المصري أيضا أجد هناك صعوبة كبيرة صعوبة في عملية التطبيق لأن الإنسان اللي بيعيش في هذه المدينة قد يكون غير مؤهل للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة لأن كما ورد في العرض إن بنحتاج إلى نوع أو اللي هي 5G شبكات 5G. الملاحظة الثانية اللي حضرتك كلمت عليها في العرض إن عندنا في حاجة اللي هي البديل أو اللي حضرتك ذكرته اللي هو ديجيتال توين اللي هو التوأم الرقمي. التوأم الرقمي بديل واحد اللي قلت حضرتك بالنفس النص تقريبا إنه ممكن التنبؤ بما سيحدث من كوارث مثلا على المدى القريب أسبوع أو انهيار سد أو ما إلى ذلك.
طيب في حالة إعطاء مؤشر خاطئ، يعني ماذا يحدث؟ يعني في بدائل كتير ممكن تحصل نتيجة إن هو بيدينا فولس بريدكشن أو تنبؤ خاطئ. المعايير اللي من خلالها نصل إلى معيار أو تنبؤ دقيق أو بديل صحيح، بحيث إحنا ما نتخذش خطوات لشيء ممكن يحصل وللأسف ممكن ما يحصلش. وشكرا جزيلا مرة تانية لحضراتكم لتحت هذه الفرصة. جزاكم الله كل خير يا دكتور. ويعني تعقيبا على كلام حضرتك، إن مش لازم نطبق كل الحاجات ديت في الريف أو كذا، بالعكس إحنا ممكن نبدأ نشوف إيه الحاجة اللي إحنا ممكن نعملها. يعني أنا لو قدرت أحل المشكلة صغيرة أو جزء من المشكلة، يعني بدل ما الناس بتروح الشغل في ساعتين، لا خليتها تروح في ساعة، خليتها تروح في نص ساعة، ده كده يبقى حاجة كافية بالنسبة لي إن أنا قدرت إن أنا أحسن حياة الناس، وبالذات في الريف زي ما حضرتك بتقول. لفت انتباهنا الموضوع دوت، زي ما الدكتورة كانت بتقول من قليل، إن برضو الريف فيه ذكاء كبير جدا، طريقة التعامل وطريقة المعيشة والحاجات الأساسية اللي موجودة. فإحنا نقدر نشوف إيه النقط، القرية كل قرية طبعا ليها حالة خاصة، بنبدأ نشوف إيه، هل مثلا ممكن نوسع الشوارع، هل ممكن مثلا ننظف مثلا المصارف المياه، أو ننظف أو يبقى في مثلا حد يلم الكمامة. المهم إن إحنا بنحسن تحسين جزئي، بعد كده ممكن نقول إيه، إحنا نعمل شبكة في المدينة كلها. وده حصل في مدن في الصين فقيرة من الناس كلهم، إن كل السطوح هنستغلها في الطاقة الشمسية، فقدروا إن هم يوفروا فاتورة الكهرباء تماما وهكذا. فالقصد إن إحنا مش لازم المدينة تتنقل لنيويورك أو واشنطن، بس ممكن نبدأ نشوف إيه الحاجات اللي تقدر تخدم الإنسان وتخلي حياته أفضل. أستاذ حضرتك باشمهندس عمار، آخر سؤال وهنكمل إن شاء الله الأمثلة. باشمهندس عمار، طيب هنكمل، في بعض الأسئلة في الشات، بس خلينا نشوف الأمثلة على السمارت سيتي. طبعا ده مثال بسيط جدا، إن شاف سبحان الله النمل واقف إزاي عشان يشرب المية، في نظام تقريبا 12 نملة واقفين بنظام. النمل والنحل من ضمن الأمثلة للمدن الذكية البسيطة جدا واللي لازم نتعلم منها. طيب ده مثلا مثال في الهند، قال لك ان احنا هنعمل سمارت سيتي، قال لك لا مش سمارت سيتي بس، احنا نقسمه من المراحل ونشوف كل دولة وصلت لفين. السمارت سيتي اللي هو رقم واحد، لسه بعد كده اتنين وبعد كده تلاتة. رقم واحد قال لك انا عايز انتليجنت ستريت لايت، يعني عشان المدينة اللي نحطها في الشريحة دي تكون النور ما بينورش غير لما بحس بحركة. فمرة رحت شركة وكان في زي اجتماع، بس انا كنت رايح بدري شويه، فبفتح الكمبيوتر وبحضر حاجات وحاجات زي كده، فانا قاعد فالنور طفى مره واحده، فانا قلت جاي اتحرك النور قاعد، قعدت مركز ما بتحركش حركه، مركز على الكمبيوتر طفى. في سنسور موجود، لما لا ما فيش حركه اعتقد ان المكان مطفي. تمام. طيب في عندي فيديو اناليتكس، بيبدا يصور فيديو ويحلل ويبدا يدرك الحاجه، مش مجرد بيصور بس، لا بيحلل لو في اي مشكله يبعت وهكذا. سمارت باركينج، واي فاي، تمام، وتطبيقات للمواطنين. ده كل ده اللي هو المرحله الاولى من ان احنا نقول احنا ايه، بنقول بسم الله في المدن الذكيه. ده فين؟ ده في الهند، ده في الهند. تمام. المرحله الثانيه بقى ان احنا نبدا تبقى السرق كلها مثلا سرق كهربائيه، ويبقى في حاجات بتقيس مثلا استهلاك الميه واستهلاك كذا واستهلاك كذا. يعني كان في صديق لي في اوروبا، مش فاكر كان في فنلندا ولا فين، بس كان الكمامه ليها مقياس معين، كل واحد فيه سله كمامه مقفوله، وبيفكرت فيحط الكمامه وهو بيدفع فلوس عليها. يعني ما فيش حد من جيرانه يقول له حط الزباله معاك، لا هي عارف ان هو يدفع عليها فلوس. ولما بيحط بشكل معين ازاز الميه الفاضيه او ازاز البيبس الفاضيه او المعلبات اللي يقدروا يعيدوا استخدامها، بياخد عليها نقط. يعني في بعض الدول قالت لك ايه، لما تجمع لنا مثلا ازاز الميه هنديك مثلا تذكره مترو ببلاش. تمام. فبدا يلاقي نفسه بدل ما بيحصل هدر في ازاز الميه، لا ده هو وفر وبدا يستفاد منها وحاجات زي كده وهكذا. في المرحله اللي بعد كده بيبدا بقى يدخل بقى ايه في الايربن سنتر، بيدخل في الانتر اكتف سايد ووك، المكان اللي بتمشي فيه كاربولينج سيستم وهكذا.
فزي ما انت شايف بدأوا يقسموا، يقول لك ايه السمارت ده على حاجه، عندك حاجه اسمها ميجر انت بتقيس بس، سنسور بيس، في نتورك، في مانجد، في انتجريتد، في سمارت، دي كلها مراحل مش يعني مش انا مثلا اي مدينه تتعمل في سمارت سيت، سمارت سيت لا في ليها تقسيمات وليها حاجات. هنا لازم يكون الهدف المواطن، والمواطن نفسه يقدر ياخد المعلومات، يعرف ان الاتوبيس ده موجود في اي مكان، هل هستناه ولا لا. يعني في هنا مثلا كود معين بالموبايل بتعمل، تروح حمل لك المعلومات وتقدر تستفاد منها. هنا بدا بيقسم لك بقى المودم برضو رياكتيف، في برو اكتيف، في حاجات سمارت، يعني في حاجات بياخد اول ما تحصل مشكله يتنبأ يبدا يتصرف معاها. تمام، لا في حاجات المشكله لسه ما حصلتش ويبدا يستنتجها، في حاجات تبقى سمارت، في حاجات هاي بيرفورمانس وهكذا. طيب بيقول لك برضو ان المستوى الرقم واحد الاساسي، مش هندخل في الحاجات المعقده، يبقى في بابليك واي فاي. يعني الواي فاي ببلاش ده اساسي، واي فاي 5 اللي هو الخامس ببلاش، تمام، في كل مكان. تمام ليه؟ لان انت عايز تستفاد بالسمارت باركنج. لا ده اللي اتفصل، لا لازم يكون ببلاش. السمارت ستريت لايت ده جريد، ده من اول مرحله. الفيديو اناليتيك يبدا يحلل الحركه بتاعت الناس. المواطنين يكون عندهم كلهم يقدر يحمل التطبيق مجانا ويقدر يشغل بيه. تمام، فعندي واي فاي، سمارت باركنج وهكذا. كل واحده من دول بيبقى ليها درجات وليها بعض العناصر. يعني هنا برضو يقول لك ايه، ممكن يبدا يحط لكل عربيه السرعه بتاعتها، ممكن ال ال تحت ترافيك ستريت لايت، يبدا يشوف يبدا ينور مثلا احمر او اخضر حسب حسب العربيات، مش خمس دقايق وخمس دقايق، لا يبدا يشوف هل في ناس موجودين ولا لا. كان في تجربه طريفه، الراجل قال له عندنا مشاكل وفي اصابات وحاجات زي كده، فراح لقى كل حاجه متركبه، ترافيك وكل حاجه، شالهم كلهم وقال لك ان تحسنت الحوادث وقلت الحوادث نتيجه ان هو شال كل اشارات المرور. مش هندخل في التفاصيل بتاعتها يعني، بس يعني ان كل حاجه بيبقى لها حاجه خاصه بتاعتها، كل حاجه بيبقى لها الدراسه بتاعتها. مش لازم اروح اشتري اغلى اجهزه وانا مش مدرب الناس اللي عندي او الناس مش بتستخدمها. طيب في مثلا مدينه هي من مدينه الهند، بداوا يشوفوا ايه الحاجات اللي هم مهتمين بيها. قال لك اهم حاجه الهيستوريك هيرت اوف سيتي، انا عايز احافظ على المدينه الاثريه اللي موجوده، ممكن اعيد استخدامها في حاجه تانية، بس لازم يعني مثلا لو في مبنى اثري ممكن ان انا اغير نشاطه او نسوي نفس النشاط او ان انا استخدمه كقاعه محاضرات وحاجات زي كده، بس لازم احافظ عليه. فبدا يحط حاجات كتيره جدا، اصبحت المدينه دي حاجه سياحيه جدا وحاجه فيها شغل كتير جدا، وتحسن الدخل بتاع الفرد اللي فيها والحاجات دي كلها. المدينه الذكيه مفيده للحكومه انها بتعمل دعايه لنفسها، انا عامله مدن ذكيه، بس تكون مدن ذكيه حقيقيه مش مجرد اطلق الاسم. ان انا اروح الاقي الانترنت شغال، الاقي ان انا اقدر اوصل من غير عربيه. يعني المدينه اللي يقول لك ما تقدرش تعيش غير لما يكون لك عربيه خاصه بيك، ما مش هنعتبرها مدينه ذكيه، لان انا عايز استخدم المترو، عايز استخدم المواصلات العامه، عايز استخدم البايسكل والحاجات ديت. تمام، فعندي مثلا في كوريا الجنوبيه مدينه سويل دي العاصمه، بدأوا يعملوا انظمه واستخدموا انظمه احنا اتكلمنا عنها خاصه بالاوبن سورس، برامج مجانيه. بدا ان هو يبقى في انظمه للكمامه، وفي مربوطه بالواي فاي، الكمامه نفسها مرتبطه بالواي فاي، يعني مش عندهم نت زباله، لا ده الزباله نفسها فيها انترنت، فلما بتحصل تبدا تتملي تيجي العربيه تاخد الحاجات وحاجات زي كده، فبقى في اداء اعلى. وبص هنا، بص على الصوره دي، الكمامه برده قال لك طب ما نطورها، نخلي فيه انابيب تجمع الزباله من خلال ضغط الهواء ونبدا نجمعها. فدي من ضمن الحاجات اللي كويسه جدا، عاملين حاجه اسمها سيتي هاب. تمام، في برضه في جنوب سونجودو، دي مدينه برضه من المدن اللي بدات تاخد كذا حاجه، يعني في سنسور تبدا تجمع مكان سنسور في قلب الاتوبيس، بحيث تعرف الاتوبيس هيجي قد ايه وقريب ولا لا وحاجات زي كده. دي مدينة برشلونة برضو عملوا سمارت سيتي في كذا حاجة، وبسببها كسبوا تنظيم مباراة كورة أو فيفا أو حاجة زي كده. يعني كان من ضمن أسباب إن هم فازوا بيها إن هم كانوا عاملين سمارت سيتي بشكل قوي، زي الكار باركينج، يبدأ يعرف
اذا فين الباركنج ويوصل له بسرعه حلو قوي ان هم يلموا الكمام من خلال المصير الهوائيه او الضغط الهوائي. انترنت وسينجز في كل حاجه. سيتي بايكس تقدر تاخد العجله من اي مكان، تشتري كارت وتاخد العجله مثلا ربع ساعه ويتخصم من الكارت دوت. دي مدينه سنافوره، دي تقدر تدخل على الموقع بتاعهم وتحدد اي مدينه للايجار وتحدد المساحه بتاعتها والايجار كام وكل واستهلاك الميه خلال السنه اللي فاتت. كل المعلومات دي تقدر تاخدها مجرد ان انت دخلت على موقع سنافوره. مانشستر برضو حتى انظمه كتيره جدا من معلومات الانترنت. برلين ده موديل اللي هم عاملينه 3D، تقدر تعرف كل حاجه عن المدينه بتاعتك. سان فرانسيسكو برضو عاملين برضو فيرشوال، تقدر تشوف المعلومات. طيب خلينا نشوف المواقع ديت. دي في لندن. لندن من ضمن المدن اللي واخده حاجه حلوه قوي في سمارت سيتي، لان هي بتشارك المعلومات بشكل قوي، يعني كل المعلومات المترو وكده بتبدا تشارك المعلومات بحيث ان انت تقدر تحصل على اللي انت عايزه. وطبعا هي مشهوره بكاميرات المراقبه في كل مكان، فده يقلل الحوادث. الراجل عارف ان هو متراقب، عارف ان هو كل ثانيه متراقب، فمحدش يفكر ان هو يسرق. هنا بالداتا اناليتيك بيبدا يقول لك حمل التطبيق دوت وكذا وخد المعلومات واوبن سورس كل الخاصه بالمطارات بالترانسبورت بالباص بكل حاجه، كل ده مفتوح اوبن سورس تقدر تحمله. وطبعا كلنا عارفين الجيت هاب ده من اقوى الحاجات في الاوبن سورس، بتلاقي فيه ناس كتير عامله مشاريع قويه هنا. طيب هنا ليد سيتي ريجن بيبدا يجيب لك كل المعلومات اللي انت عايزها، مجرد بس تقول له ان انا موافق على الحاجات ديت. فتلاقي بقى الليرات للحاجات الديفلوبمنت هيلث اند اديوكيشنال وهكذا، الفلود ريسك اند درينج، كل المعلومات اللي انت تحبها موجوده. فعشان كده احنا مهتمين بالاوبن ستريت ماب. ولو حد مهتم برضه يبعت نفسه حب اريبيا ونضمه ايا كان البلد اللي هو منها، مع دكتور عبد الرحمن فرجاني هنظبطها ان شاء الله. تمام. هنا البايسكل تبدا تشوف المكان اللي انا ممكن اخد منه بايسكل وانطلق. تمام. وتقدر تاخد المعلومات دي وتحطها على اي تطبيق وتكسب منه. التطبيقات هي في حاجات لفاتوره الكهرباء، تقدر تدفع فاتوره، فايند اي تي ام اللي حواليك، الفيزا وهكذا. هم موفرين المعلومات دي فانت اي حد بيعمل تطبيق والناس كلها تشتريه. سنافوره طبعا عامله حاجات كتيره جدا. مثلا سمارت ليفنج ده نظام للرعايه الصحيه، بيراقب الناس اللي موجوده في المكان. لو في حد كبير في السن مثلا وعمل حاجه غير المتوقع بيبدا يبلغ الناس اللي في المستشفى، وخلال دقيقتين ثلاثه تلاقيهم عندك في البيت. تمام. مش هيقول لك بعد اربع ساعات ولا حاجه. مخطط هيئه الانرجي، تقدر تشوف الانرجي قد ايه في الفتره اللي فاتت ديت، الطرق وهكذا. كل المعلومات دي هم حاطينها مجانا، تقدر تخش عليها وتقدر تستفاد منها. اهو ده الموقع اهوت. وطبعا الحاجات كلها معموله هي الطاقه الشمسيه، تقدر تخش وتحجز تاخد الكارت وتعرف خريطه للمكان. تمام. ومجرد تحط الكارت تاخد الدراجه بتاعتك وتمشي بيها زي ما انت عايز. دي كوبنهاجن برضو عامله شويه حاجات برضو، سنسور في كل مكان بمراقبه للطاقه وهكذا، فري واي فاي للناس كلها. في ماليزيا برضو عاملين برضو بيبداوا يشوفوا، قال لك احنا عايزين نبقى مدينه ذكيه، طب اول سنه هنعمل كذا، ثاني سنه هنعمل كذا، ثالث سنه هنعمل كذا وهكذا. فبيبدا يحط بعض الاهداف اللي هو لازم يوصل لها على مراحل لحد ما يقدر يوصل. عايز يعمل حكومه الكترونيه ذكيه. يعني ايه حكومه الكترونيه ذكيه؟ ان انا اقدر اعمل اي خدمه من خلال الموبايل. يعني انا اشتريت العربيه بتاعتي او بعتها او كده بالموبايل واحنا قاعدين بنتكلم من غير ما نروح اي مكان وهكذا، فانا وفرت يوم مثلا وهكذا. فلازم يكون في مخططات بالشكل دوت للمدينه، ودي طبعا احنا بنحاول نعملها بالاوبن ستريت ماب للدول العربيه كلها ان شاء الله. تمام. طيب خلينا برضو نخش على في السعوديه، بداوا يعملوا نيوم، دي لسه ما عملتش بس احنا عشان بنحب السعوديه هنتكلم عنها. مشروع شغالين فيه بشكل قوي ده في المكان دوت، هتعمل بشكل قوي في السمارت سيتي، من افضل المشاريع يعني المخطط ليها. في برضه ذا لاين، ده بيقول لك ايه ذا لاين، والناس هتبقى فيه مثلا البيوت على الخط دوت، بحيث ان في زي مترو وتنزل من المترو توصل لابعد مكان في خمس دقائق، او ابعد مكان من المترو خمس دقائق وهكذا، بحيث ان انا ما اضطرش نركب مواصلات عربيات وحاجات زي كده. تمام. اهو ذا لاين اهوت، هيبقى 170 كيلو متر وهكذا.
بالشكل دوت. المترو هو تحت الارض، تنزل تتمشى في وسط الاشجار في وسط الظل، مش ماشيك في الشمس في الحر وتقعد تدعي عليا، لا هتمشي في مكان كويس تمام. قاعد بقى بيتكلم بقى على التلوث وحاجات زي كده، فقال لك في لوس انجلوس تقريبا في 36% هو هدفه ان هو يوصل لزيرو كارس بالبترول، زيرو ستريت، هيبقى فيه زيرو تلوث. باريس 9%، لندن 14%، نيويورك 30%، لوس انجلوس 36% وهكذا. فهو بيوصل عايز يوصل لزيرو في المية، مش هيدخل اي عربيات بوقود بنزين وحاجات زي كده. فدي من ضمن الحاجات الكويسة. طيب مدينة مصدر دي في الامارات، دي طبعا فيها حاجات كتيرة جدا، من اقوى الامثلة في الوطن العربي على موضوع استخدم انظمة كتيرة من السمارت سيتي، وطبعا نورمان فوستر هو اللي كان شغال فيها. ففيها انظمة مثلا للطاقة، انظمة للمياه وهكذا. ده المقر الرئيسي، طبعا اتعمل له دراسه حلوه جدا قبل ما يبداوا شغل فيه للفنتليشن. طبعا دي كلها سيستمز ذكيه، فعشان كده من ضمن الامثله على المدن الذكيه، استخدم حاجه لايف سيفتي، سنسور للحريق، سنسور للتلوث، سنسور وهكذا. وفي نظام معمول ان هو يبدا ياخد المعلومات دي ويحللها ويستفاد منها، مش مجرد سنسور وخلاص. تمام. مدينه مصدر، مدينة لوسيل، أنا شغلت في مشاريع كتير في مدينة لوسيل، هي اتعمل منها جزء كبير جدا ولسه ما خلصتش، وإن شاء الله يبقى من يعني يكون فيها الطبقة فيها الميدان ذكية بشكل حلو. من ضمن الحاجات الجميلة جدا يعني فيها أمثلة كتيرة من اللي إحنا اتكلمنا فيها، في مثلا إن أنت تدخل السوبر ماركت أو المحل أو كذا وتشتري كل حاجة وانت لا معاك فلوس، معاكش فلوس ولا معاك فيزا كارد، طب هيعمل ايه؟ هو بياخد بصمة العين، يعني بتدخل من غير ما تقف قدام حاجة، في جهاز كده موجود في السقف هياخد بصمة العين ويبدأ يدرسها ويبدأ يخصم من حسابك في البنك دايركت. يعني تتعود كده ان انت تدخل تشتري اللي انت عايز تخرج من غير ما حد يكلمك، البضاعة اصلا ما تقفش على الكاشير، ودي طبق جزئيا يعني منها في لوسيل تمام، عن شغل هناك. فما بتقفش على كاشير، انت ممكن تعملها انت بنفسك او هو الكاميرات تبدا تشوفها والحاجات دي كلها. بصمه العين، بصمه العين دي لسه ما اتطبقتش بس هتطبق. موضوع الهيلث كير، ان او طبعا من ضمن افضل انظمه هيلث كير على مستوى العالم في 2019. تمام. دي بعض الامثله يعني لو حد عايز يتوسع اكتر تمام، يعني في امثله كتيره جدا في موضوع السمارت سيتي. كل الدول بتحاول توصل لموضوع السمارت سيتي لان هيجي لها استثمارات، هتبدا الناس تقول انا عايز اعيش في المكان دوت، انا عايز استثمر في المكان دوت. فكل مدينه بتبدا تعمل دعايه لنفسها في موضوع السمارت سيتي. طيب عشان بس ما اطولش عليكم، طيب الملخص ان احنا لازم نبدا بالانسان، يعني يبقى في توعيه ليه، احنا محتاجين الانسان الواعي اللي هو يقدر يستخدم التكنولوجيا اللي موجوده ايا كان التكنولوجيا ديت، هو يبدا يفكر، مش لازم موبايل، مش لازم نت والحاجات ديت، مش لازم نوصل للحاجه اللي احنا بنتكلم فيها، ممكن توصل بشكل جزئي وتعمل حسابك السنه دي هوصل لكذا، السنه دي هوصل لكذا وهكذا. ممكن تكون انا هبدا اجمع الناس وناخد رايهم ونبدا مثلا نركز على موضوع ان المايه تبقى نظيفه وهكذا. اهم حاجه الانسان. في حد كان سال في التعليقات على السمارت سيتي ستاندرد، دي اهم الستاندرد تمام. كل واحده اللينكات تقدر تحمل الكتب دي مجانا، تقدر ان انت تستفاد منها. دي الاهداف اللي احنا عايزين نطبقها، ودي الشالنج او التحديات اللي احنا لازم ان احنا ندرسها. كل حاجه لازم نبدا نشوف انسب حاجه لينا، اللي ينفع في قطر ما ينفعش في السعوديه، ما ينفعش في مصر، تبدا تشوف ايه المناسب للمدينه اللي انت شغال فيها. تمام. طيب انا شكرا للحضور وجزاكم الله كل خير، جزاكم الله كل خير، وانا سعيد بالحضور وسعيد بالمحاضره، سعيد بان انا النقاش اللي حصل، ونبدا النقاش دلوقتي ان شاء الله لو في حد عنده اسئله. جزاكم الله خير باشمهندس عمر على المحاضره الرائعه دي. هل بس انا عندي سؤال سريع، يعني هل في مصر مدينة العالمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة اللي اتبنت على مدار الخمس سنين اللي فاتوا،
هل دي مدينة ذكية أو تسمى مدينة ذكية أو ينطبق عليها هذا المفهوم أم لا؟ طيب بص ده فاضل، هو أولا ما فيش مدينة غبية عشان نكون متفقين، بس في مدينة ذكية بنسب، يعني طبق فيها بعض الحاجات وبعض الحاجات متطبقتش، فتبدأ أنت بقى تشوف أنت بالنسبة لك هل الكلام احنا موجودين اللي احنا قلناه دوت هل فعلا اتطبق ولا ما اتطبقش. الناس كلها تبدا تشوف هل فعلا، هل مثلا في 5G موجود ولا لا، هل المواصلات معموله بشكل قوي ولا لا، هل اقدر اوصل لاي مكان انا عايزه من غير ما اخد العربيه، لازم يكون عندي عربيه ولا لا، هل في جامعه موجوده ولا لا. يعني تبدا تشوف الشروط وتقول والله متطبق بنسبه 50% 60% 100%. احنا نتمنى ان كل مدننا في العالم كله تبقى مدن ذكيه، لان ده راحه الانسان وهو مش موضوع مصاريف. لا ده في مثلا مدن في امريكا الجنوبيه كان عندهم مشكله في الاقتصاد، ولما طبقوا الجزء من السمارت سيتي طبقوه مثلا في الترافيك لايت او في الانارات اللي موجوده في الشارع وفروا كتير جدا. فنبدا نشوفها، نبدا نشوف ال السمارت سيتي ده ايه اللي ينفع يتطبق. المدن دي لسه بتتبني، مدينه العالمين فيها حاجات كتيره جدا من المدن الذكيه وفي حاجات ناقصه، فلو نقدر نشوف ايه الحاجات القويه ونبدا نتبناها بشكل قوي ونطبقها في بقيه المدن، والحاجات اللي ناقصه نبدا نحاول ان احنا نتبناها ونعملها بشكل قوي بحيث الناس كلها تستفاد منها. يا ريت، انا اتمنى ان كل المحافظات نبدا نطبقها ونبدا نشوف. مثلا انا عارف انت في مدن القناة، نبدا نشوف المدن التاريخيه الاثريه الحاجات ديت، نبدا نشوف ايه الحاجات اللي تنفع انها تطبق من الحاجات اللي احنا قلناها او ما قلناهاش، ونبدا نجتمع مع الناس ونبدا نعمل تطبيق او صفحه على الفيسبوك ونبدا نشوف والله احنا عايزين نركز على النقطه الفلانيه وهكذا. اتفضل دكتور، معلش افتح للدكتور احمد بعد اذنك. دكتور احمد السلام عليكم. عليكم السلام استاذنا فاضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله دكتور عمر سليم ابدعت، وزي ما انا قلت في البدايه العملاق المبدع المهندس عمر السليم هياخدنا في رحله الى السماء، اخذتنا الى الجنه بصراحه. بصراحه يعني وثقت جميع سبل العلم الهندسي الى راحه الانسان وإلى أن الإنسان يوصل لدرجة من الرفاهية، ومش الرفاهية بس، أن هو يشعر بقيمة وقته. ما شاء الله يعني على الإبداع اللي أنت حضرتك أسريت به هذا الوقت المثمر لجميع الحضور ولمن سيرى هذه المحاضرة في القادم إن شاء الله. يعني بصراحة عرض مبهر جدا وجميل جدا. عندنا هنا، انا عايش في مدينه الخبر الشماليه، عندنا بيطبقوا نظام ان هو ما بقاش فيه اشاره، ما بقاش فيه اشاره مرور. كثير جدا من التقاعات انا حضرتها بنفسي كان بتسبب مشكله جدا في تكدس المرور وخساره من الوقت كثير جدا، بتطبق هنا ان هو ما بقاش فيه يعني ساين ترافيك خالص. حضرتك السؤال ازاي ان احنا نستثمر هذا العلم المثمر في ان احنا نوجه هذه الرسالات الى رجال الاعمال بحيث يبقى هم لهم، لان احنا عارفين الحكومات صعب ان هو بيبقى عندهم اتخاذات القرارات السريعه، لكن ليه رجال الاعمال ما ينظرش لهم ان هم ذات مشروعات استثماريه هتعود عليهم بالربح برضه؟ ليه ما نفكرش في كده ونوجه الرسائل دي لهم؟ شاكر فضلك وشاكر عطائكم، وشكرا لكل عضو من اعضاء فريق العمل لبيم ارابيا، وشكرا لجميع من ساهم في المشاركات اللي اثرت المحاضره بنقل فكرنا الى السماء. بصراحه يعني انت اخذتنا في الجنه زي ما قلت. شكرا باشمهندس عمر وجزاك الله كل خير. اتفضل. الله يكرمك استاذ فاضل. الله يكرمك استاذ فاضل. طيب خلينا نبدا من حاجه، ان حضرتك موجود في الخبر في السعوديه وعايز تنزل مصر مثلا، تمام؟ ممكن يكون عندك بيت مثلا موجود في القاهره او في اي مكان، انا عايز حضرتك مثلا عايز تروح مكان تاني، فاول حاجه تختارها تبدا تشوف المكان اللي انت رايحه دوت. يعني ممكن يكون الناس كلها مثلا معجبه بمدينتي او معجبه مثلا بالتجمع الخامس حاجات ديت، ممكن حضرتك تروح عندك تروح تلاقي بعض الحاجات اللي انت متعود عليها في السعوديه وشايفها اساسيات مش موجوده،
مثلا تلاقي في مشكله، مثلا حضرتك مهندس مثلا تقول اه ده والله ده في مشكله في المباني في كذا. فهي الفكره كلها لو الراجل اللي هو صاحب رجل اعمال اللي عمل المدينه بتاعته فيها سمارت سيتي وحط فيها الحاجات الاساسيه وحط فيها الحاجات اللي تخليني اروح. يعني انا مثلا انا شغلي مثلا زي المحاضره زي دي معتمد على النت، فلو انا رحت مثلا مدينه ولقيتها كويسه جدا بس ما فيهاش نت هفكر ان انا اخش فيها ولا لا. فان انا بحط فيها سمارت سيتي ده هيخلي الناس كتير تقبل على الشراء لما يفاجئوا مثلا ان المدينه كلها نت فيها ببلاش سمارت سيتي. ان انا ممكن لو انا عندي العربيه مثلا فيها مشكله اقدر من خلال المواصلات العامه اوصل لاي مكان انا عايزه، ان الاسعاف والمطافي بتوصل خلال 3 دقائق. فكل العناصر الاساسيه اللي احنا اتكلمنا فيها دي لو هي موجود منها جزء كبير في المدينه دي هتبقى حاجه كويسه جدا. دي الفكره، ان كل ما بتحط العناصر القويه او الحاجات اللي تخلي حياه الناس احسن انا هبقى مطمن وانا موجود. يعني لما تحصل مثلا حريقه في مبنى في مدينه من المدن ويفضلوا 3 ايام اكيد الناس كلها ايا كان تفكيرهم هيبعدوا عن المدينه ديت. انما لما يكونوا عارفين ان لا ده في مفيش حوادث بتحصل في المدينه دي نتيجه ان هم حاطين فيه كاميرات مراقبه بتحلل الحاجات وبتسجل الحاجات وهكذا، هتلاقي فيه اقبال. انا عايز اعيش في كومباوند احمي فيه اهلي، وده مش غلط. الفكره كلها ان سعر الحاجه هتبقى قوي جدا، هتبقى غاليه او هتبقى مناسبه للناس لما يكون فيها خدمات حقيقيه مش مجرد اعلان وخلاص. يعني احنا عاملين لك كومباوند وكذا، بس تروح تلاقي ان التصميم الاساسي اللي اتعمل لاندسكيب كان فيه اشجار كتيره جدا، تروح تلاقي ان هو ايه لغى الاشجار دي وعمل مكانه سوبر ماركت. قال لك سوبر ماركت هيديني فلوس، وده امثله واقعيه حصلت في بلاد كتيره جدا. فلا لما اروح بعناية واشوف ان فعلا الخدمات موجوده وان المساكن معموله بشكل قوي ومعمول تصميم كويس والمدينه بشكل حلو، اكيد انا هحب الناس تكون فيها، فعندي سعاده ادفع المبلغ اللي هو عايزه. الدوله نفسها تبقى مستفاد ان في اقبال وفي حركه شراء وفي وهكذا. فان شاء الله يعني الناس تبدا تنتبه وهكذا. ونقطه ثانيه برضو من صبر استاذنك اذا سمحت لي، عمليه ان هو يكون في التلقين المستمر للانسان ان دي فايده لك تحافظ عليها. تمام. النقطه الثانيه استاذنك برضو عنصر الامان، عنصر الامان انك تشعر الناس ان انت زي ما في بعض المدن بتطلع ما تدفعش التيكت، ما فيش كومساري عشان تدفع التيكت، انت مسؤول عن نفسك. انا اقصد الامان وان انت ما السرعه تقل، الموارد المهدره للدوله من طاقات غير مستهلكه في غير محلها هتقل. زي ما انت حضرتك تفضلت عمليه الطاقه الشمسيه، والواحد الطاقه الشمسيه لو جت هتوفر، زي ما احد الاساتذه الافاضل قال ان في الاردن بيبيعوا برضو الطاقه اللي هي زياده عنده، يعني شيء جميل جدا. يعني خدلك اللي هو انا يهمني دايما زي ما بقول مش مهم الفيدك، المهم مين اللي هيطبقه. دلوقتي احنا بنتكلم كلام جميل جدا ورائع، التطبيق ما بيبقاش على مستوى محدود من المدن، نفسنا يبقى على مستوى العالم، نفسنا ان ما يبقاش في اسلحه توصلنا. انت بتفكر ان انت تبني امان وتبني رفاهيه في الوقت نفسه بتهدد الاخرين، فده كلام مش جيد. المهم احنا مش عايزين ندخل في نقطه، لكن المهم اللي هو عنصر الانسان، عنصر الامان، عنصر اللي هو الاستفاده بتوجيه رسالات دائمه مستمره لرجال الاعمال للاستفاده من هذا لانه يرجع مردود على الانسان العادي اللي هو زي ما بعض الافاضل يتمنوا انهم في قراهم في مدنهم الصغيره يشعر بامان وبرفاهيه. شكرا جزيلا واشكرك جدا وجزاكم الله خير وربنا يكرمك. الله يكرمك استاذ، انا بشكر حضرتك. دكتور هاني تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام استاذنا، ازي حضرتك؟ دكتور عمر منورين وشكرا لمرامي على المحاضره الجميله. يعني اثرت فيه شغف كده ان انا يعني اتكلم بعض النقاط ادعم بيها، بس لا احنا عايزين حضرتك محاضره خاصه، يعني انت وعدنا كده باذنك يا رب. طبعا اثرني بشكل كبير جدا لما اسمع ان في الخبر النهارده بقت مدينه ذكيه عشان شلنا اشارات المرور.
لأن سنة 1923 في هيوستن في تكساس الأمريكية كانت بداية الكونسبت بتاع الديجيتال سيتي، إن هم كانوا بدأوا يحطوا إشارة مرور. يعني إذا إشارة المرور لما حطوها في سنة 23 كانت بداية لظهور مصطلح المدينة الرقمية، ولما انتهت من الخبر في 2021 إحنا بقينا نقول إن دي مدينة ذكية. هو الـ يعني من واقع دراساتي للمدن الذكية، وأنا متخصص فيها بشكل كبير، يعني لقيت إن طبعا بعد كتير جدا من اللي كتبوا عن المدن الذكية، منهم الأستاذ المدن الذكية في العالم اللي هو كومونوس، اللي هو في جامعة أرسطو اليونانية، اللي هو فند بشكل كبير جدا كل السيمز وكل الكرايتيريا اللي ممكن الناس تقول عليها مدينة ذكية، واللي هي بيفرق فيها بشكل كبير جدا بين المدينة الرقمية والمدينة الذكية. النهاردة الناس بشكل كبير بتقول على كل المدن اللي بتدار بالاي سي تي، بالانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجيز، بتقول على طول ان دي مدينه ذكيه. الراجل ده بيرى عكس ذلك تماما، بيرى ان الاساس ان المدينه الذكيه بتبقى دي نوتي انها بتحقق جزء من الستاندرد، من الكواليتي ستاندرد، او من يعني من مقاييس الراحه، او مقاييس اللي هي جوده الحياه، اللايف ستايل او اللايف كواليتي اوف لايف. لو ما حققتش ده ما بيقولش عليها مدينه ذكيه. النهارده لما بنشوف الايزو مثلا 37120 او كل الكي بيرفورمانس انديكيتورز اللي الناس بتقيس بيها ويقولوا عليها مدن ذكيه، بنلاقي مثلا جوهانسبرج بيطلعوها في 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 ستاندر كده من هي المدن الذكيه، مع انها بيسجل فيها النهارده اعلى نسب من جرائم التحرش الجنسي في العالم. الوضع مختلف تماما، في هناك تباين بشكل كبير يعني بتوين الكونسبت والترمينولوجي بتاع المدن الذكية في العالم. ده بيتوقف إلى حد كبير على الثقافات وعلى الشعوب وعلى الناس دي، لأن الإنسان هو محور التنمية. المدينة الذكية بتسير في ثلاث محاور رئيسية بتحدد السيمز بتاعتها كلها: المحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي، والمحور البيئي. الثلاثة دول أساس، التلاتة دول بيدوروا حول الإنسان، الهيومن. الإنسان لو ما بقاش داعم لده، هو اللي بيعمل وهو اللي بيستخدم، يبقى الكلام مش مظبوط تماما. أنا عملت دراسة على إحدى المدن العربية، ومش هينفع أقولها وأنا ناشر ده في جورنال دولي، فكانت النتيجة إنها ممكن تبقى مدينة ذكية، ولكن للأسف العنصر الوحيد الناقص فيها اللي هو السمارت بيبول، الإنسان طبعا. فهنا التنمية البشرية، يعني عشان نقول، عشان نفرق بقى بين ان هي مدينة رقمية او مدينة ذكية، لان هو هي اللي حصل في هيوستن 23 بدأ يظهر مصطلح المدينة الرقمية. كان قبليه في الليتريتشر كان في حاجة اسمها الفيوتشر سيتي، بدأت تقول ديجيتال سيتي من سنة 23. لما حصل في سنة 97 في كيوتو، الناس كانت بتدرس ظاهرة الاحتباس الحراري، والمشكلة ان الناس بتستهلك طاقة بشكل كبير وبتنتج ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير، وعملوا كيوتو بروتوكول. بدأت هنا تظهر آلية إن الناس، وبدأ برضو اللي هو بتاع واشنطن يتكلم، يقول إن المدينة الذكية هي المدينة اللي بتحل المشكلات. يعني المدينة دي هتبقى هي المدينة اللي بتحل المشكلات اللي موجودة، سواء حوادث مرور، سواء، وده بقى إيه من هذا المنطلق نلاقي لما بيقولوا مثلا في هولندا الناس عشان تعمل باركينج بالسيارة بتاعتك تقدر تدخل على ابلكيشن وتلاقي ده. الكلام ده كلام محترم من وجهة نظر مثلا، برضو نلاقي ناس تانية زي كارجيلي مثلا في روما، ده بينظر لها من ناحية اقتصادية، المدينة الذكية اللي فيها استثمارات مبتكرة، وفي نفس الوقت بتوفر الطاقة وبتوفر فهو اللي انا عايز اقوله يعني، بس بدعم كلام اخويا دكتور عمر، لان طبعا احنا يعني اصدقاء وشاكر ومقدر ليه تماما، ان نفس المصطلح بتاع المدينه الذكيه عشان يحقق يصب بنفس الكونسبت ده، المعايير هتتباين من مكان لمكان تماما. يعني احنا لو بصينا يعني المسمى كده، المسميات، كلمه سمارت دي على طول اي حاجه تدار خلاص فيها كمبيوتر، فيها انترنت عالي، فيها يقولوا عليها على طول دي مدينه ذكيه. بعض الناس تقول لا، المدينه الذكيه مش المفروض كل المعايير تكون فيها، ده مثلا دبي مدينه السعاده، ده مش عارف ايه. هو احنا، انا كمواطن لما اعيش في مدينه يلزمني ايه في المدينه دي تحقق قدر كبير من جوده الحياه، هتبقى مدينه ذكيه باي تكنولوجي هي موجوده. فاذا كان بقى النهارده تكنولوجي موجود
موجود وفي كمبيوتر وفي انترنت طبعا لا يجوز ان انا اسيب الكلام ده. يعني اذا الرقميه اساس، ولكن عشان نحقق من خلالها مدينه ذكيه هنكون محتاجين بشكل كبير ان الانسان ده يوصل لحد الذكاء. بس ده كده وشكرا جزيلا. شكرا حضرتك دكتور، جزاكم الله كل خير. الدكتور عبد الرحمن اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتنا لاستاذنا الفاضل الدكتور هاني ابو العلا، احد اهم الاساتذه الافاضل الكبار في الوطن العربي، معروفين بالعطاء والبحوث العلميه المميزه صراحه. تحياتنا ليه ولجميع الاخوه الحضور. اخي عمر، استاذنك في هذا الاعلان. كما تعلم قبل منذ فتره شهرين كنت قد بدأت أنا وحضرتك أخي عمر في تجهيز لمبادرة عربية بخصوص المدن الذكية. تمام. الله يبارك فيك. أنا أستغل هذه الفرصة وأنقل لكم تحيات السيد بروفيسور سركيس فدعوس، هو رئيس الاتحاد العربي للمساحة، ونقلت هذه المبادرة للأخوة في الاتحاد. قاموا بدورهم بوضع رؤية أو دراسة معينة حول هذا الموضوع، وتحصلنا على الحمد بتوفيق الله وفضله الحمد لله على تكليفنا من خلال دوري كرئيس وحدة التطوير المهني والتدريب بالاتحاد بالتأسيس جمعية علمية للمدن الذكية العربية. وهذه طبعا نحن دائما نستأنس ونفتخر بمبادرة أخينا عمر بيم إرابيا، وعلى نفس النسق بدأنا في تأسيس أوبن ستريت ماب إرابيا، وها نحن اليوم نعلن عن موافقة الاتحاد عن الإذن في التأسيس الجمعية العربية سمارت سيتي إرابيا. فعلى بركة الله سنقوم قريبا إن شاء الله بتزويدكم برابط الانتساب للجمعية. وأخي عمر، أنا حبيت أن تكون هذه البشرة الخير على يديكم وفي محاضرتكم وفي هذا الحضور الكريم. فلأول مرة نعلن على هذا الحدث وهذه السابقة، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله تكون في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله نتعاون جميعا من أجل تنمية وتطوير مدننا العربية وتبادل الخبرات وخلق نوع من التدفق المعرفي حول تطوير المدن بمثل هذه المبادرات. وهذا حيكون مصاحب ليه عدة مناشط أو عدة فعاليات كمحاضرات وندوات علمية، وستكون الجمعية هذا صلب اختصاصها هو المدن الذكية. ولكم جزيل الشكر أخي عمر. جزاكم الله كل خير دكتور. والدكتور لمين بقى موجود لو حد حابب أنه يتواصل معاه. وما شاء الله دكتور عبد الرحمن متخصص جدا، ويعني بيفهم اكتر مني كتير الحاجات الجميله ديت. فالحاجز يتواصل معاك بهندسه المدن الذكيه او خريطه الشارع المفتوح، احط الايميل بتاعه. وبرضو انا يعني موجود في الفريق بتاع مصر، فنقدر نتواصل كده ان شاء الله. تمام. باشمهندس امينه اتفضلي. السلام عليكم مجددا. عليكم السلام. شكرا على المعلومات التي أضفتها، يعني شكرا جزيلا أستاذ. يعني على حد علمي نتفق جميعا أن من بين أكبر المشاكل التي تواجه الدول العربية لإنجاز أو تحقيق ما يسمى بسمارت سيتي هو مشكل جمع المعلومات. هل التقيت بتجربة أو أين لجأت الدولة أو من يقومون بهذا المشروع إلى جمع المعلومات عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق تسجيل الحضور في منطقة معينة لتسهيل طريقة جمع المعلومات ولتسهيل هذه العملية كونها معقدة في مجال جمع المعلومات؟ شكرا لك. طيب، هو بالنسبة لجمع المعلومات في فريق أوبن ستريت ماب في ليبيا كان عامل شغل جامد جدا، تقريبا مغطي ليبيا كلها حاليا. فالفكره كلها ان لازم يبقى فيه تصريح، يعني ما ينفعش حد يبدا يشتغل في المكان من غير ما يكون واخد تصريح او يكون المكان مثلا عارف ان هو يعني محتاج الايه ان احنا نتحرك على نور وعلى درايه بدل ما يحصل بشكل.
موضوع جمع المعلومات دوت في يعني لو احنا بنتكلم على الشوارع والحاجات دي كلها، ففي تطبيق اسمه كارتا فيو، ده بنقدر نصور بيه الشوارع ونبدا نحولها لحاجه 3D، حاجه يكون فيها الانفورميشن كلها. وفي اكتر من حد شغال معنا في الفريق، ان شاء الله نحاول نوحد الجهود ديت ونعمل بها ان شاء الله شغل كويس، ونبدا نعرضها على حضراتكم. كل حد عمل حاجه قيمه يبدا يعرضها ان شاء الله. في كذا اداه اوبن سورس ممكن نستخدمها في جمع المعلومات وتنظيمها. على سبيل المثال ممكن مثلا هديك امثله سريعه بدون ذكر اسم البلاد عشان الحساسيه. في بلاد مثلا استخدمت الكارتا فيو ديت انها او الاوبن ستريت ماب ان هو يجمع معلومات لما حصل زلزال، فقدر يفيد الناس اللي جت تساعد ان الشوارع دي مثلا كويسه، الشوارع دي في مشكله، والمعلومات كانت ثانيه بثانيه، مش معلومات قديمه لان حصل زلزال. ففي ممكن كان شارع كان كويس امبارح النهارده في مشكله. في ناس عملت برنامج للرشاوي، برنامج صغير ما فيهوش بزرين، لما اروح مكان حكومي ادوس جرين معنى كده ان المكان ده كويس، ادوس ريد معنى كده ان المكان ده فيه مشكله. في ناس عملت برنامج كان في البلد دي فيها مشكله ان في كاميرات مراقبه في كل مكان ومحدش عارف مين اللي مركبها، فعملوا برنامج بحيث لما تشوف كاميرا مراقبه تدوس فالناس تعرف، فتبداوا تشيلوا الكاميرات المراقبه ديت لانها مش تبع الدوله، تبع الجهه يعني ما لناش دعوه بالجهه دي. في ناس عملت برنامج مثلا لما يحصل تفجير في مكان وانا قريب من المكان اروح دايس، فالناس تعرف ان المكان ده فيه تفجير فابعد عنه. فالفكره كلها ان احنا قدرنا نستخدم البيانات في خدمه الانسان، اهم حاجه بالنسبه لنا اللي بنبدا منه وننتهي منه وهو الاساس في نجاح التجربه او فشلها الانسان. طيب استاذ يعني اللجوء الى السكان لجمع المعلومات يعني حسب ان هم اللي موجودين. مظبوط، هم الموجودين، هم دول ممكن من خلال الموبايل اجمع كميه داتا رهيبه جدا، وكل واحد مثلا بيشارك المعلومه اللي هو عايزها. يعني هو ممكن يكتب ان المكان ده فيه تلوث، المكان ده فيه مشكله كمامه، المكان ده عايز يتحل من خلال تطبيق ممكن يتعمل. ودلوقتي اصبح البرمجه سهله، اي طفل عنده 6 سنين 7 سنين يقدر يعمل برنامج ويحطه على الاندرويد بلا شيء يعني. فممكن نعمل حاجات زي كده، صفحات الفيسبوك نستخدمها في استخدام كويس. نعم، وهنا نرجع يعني الى نقطه مصداقيه السكان، يعني لانه قاموا بتجربه يعني من قبل اين وجدوا يعني ازدحام في مكان، ولكنهم لما ذهبوا للتاكل وجدوا ان احد السكان قام بتجربه حيث وضع الكثير من السمارت فون من الموبايلات عشان يقول ان جوجل مابس ان في زحمه. ده حاجه استثنائيه ما بنقيس عليها، يعني الاصل ان كل واحد بيعمل حاجه اللي تخدم، هو ده كان بيعمل تجربه. نعم نعم، شكرا استاذ على المعلومات طبعا. القيمه الله يكرمك. طيب دكتور احمد رجب اتفضل. سامعني حضرتك يا فندم؟ ايوه دكتور سامع حضرتك. اللي انا بحيي حضرتك على العرض وبشكر جدا استاذنا الدكتور هانا والعيله على التعقيب بتاعه اللي تقدم به حضرته ليوضح نقاط شديده التعقيد في هذا المجال. لكن نقطه حضرتك بس تعقيبا على الجزء اللي كنت حضرتك جاوبتني عنه فيما يتعلق باستخدام تحقيق الاستفاده القصوى للعلم لخدمه البشر. في نقطة بس تبعناها تقرير النهاردة بما يتعلق بإلقاء المخلفات والقمامة في ترعة في تقريبا في البدرشين بالجيزة. هذه الترعة تم تبطينها من دولة ومشكلتها بتمتد لي من سنة 2016 وقد تم حلها، ولكن تم إعادة إلقاء القمامة مرة أخرى فيها. فباستخدام هذه التقنيات الحديثة والاستشعار عن بعد من الممكن أيضا تحقيق نوع من الاستدامة والمنفعة بذلك من خلال رصد مسارات هذه الترع ورصد أي شيء من المخلفات التي تلقى فيها، ويتم على طول توجيه المسؤولين إليها بما يحقق عملية الاستدامة من خلال تطبيق هذه التقنية. شكرا جزيلا حضرتك فندم. الله يكرمك يا دكتور، هو كلام حضرتك مظبوط. وفي حاجه حصلت في امريكا من تقريبا 10 ايام ان في حد كان مسؤول وبيراقب
نسبه الصوديوم او نسبه المواد اللي بتضاف للميه، ففوجئ ان نسبه كبيره جدا اضيفت كانت ممكن تسمم الناس، فعلى طول راح موقف الميه وبدا يوجد معالجات للموضوع دوت على اساس ان كان فعلا هيحصل حالات تسمم كتير جدا. فمهم جدا ان احنا يبقى في مراقبه. دكتور تمام تمام. برضو انا اقول لحضرتك حاجه دكتور، اقول لحضرتك حاجه بعد اذنك، يعني حاجه دي جنب بيتي على طول كان في زي مصرف مياه او ترعه او كذا، الناس لقيتها مثلا في زباله بتترمي، فقال لك هنقفلها خالص، مش عارفين يعني، قال لك ان دي احنا الاول كنا بنغسل مثلا او بنشرب منها او كده، دلوقتي بقى في مواسير فسدوها تمام يعني، وما خدوش بالهم ان لما بتحصل امطار دي كانت بتجمع الامطار وتبدا تصرفها، فدلوقتي لما بتحصل الامطار بيبقى في مشاكل كثيره جدا وممكن يحصل تجمع للميه. المفروض ان احنا نوجد حلول لما تنزل امطار كثيره ازاي نستخدمها، ازاي ان احنا نخزنها بحيث ان احنا نستخدمها في بقيه السنه. فالفكره كلها ان محتاجين الناس كلها تبدا تفكر في حلول، كل واحد ليه المنطقه بتاعته، ايه انسب حاجه للمشاكل اللي موجوده عندهم. وارجو ان يكون متابعنا باشمهندس حد من الحكومه، لان طبعا الطرح هذا الطرح اللي تقدم به حضرتك وتقدم به اساتذتنا العظام سواء من ليبيا او من السعوديه او من داخل مصر، هذا الطرح يعالج مشكلات حقيقيه داخل المجتمع، ليس المجتمع المصري فقط ولكن المجتمعات العربية، ويحقق نوع من التوازن، سواء التوازن التنموي أو التوازن البشري أو التوازن الاقتصادي، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة. تمام تمام دكتور، متشكر لحضرتك مرة ثانية، تفضل باشمهندس. شكرا. طيب هناخد بس الأستاذنا المهندس حسين القاضي، بس في بس دكتور عبد الرحمن كان باعت للأخت اللي بتسأل عن آلية جامعة المعلومات في مفهوم العمل التطوعي في جي اي اورينتد جيوغرافيك انفورميشن، دي من ضمن الحاجات اللي كويسه جدا، وعايزين نتعاون مع بعض كلنا في موضوع الاوبن ستريت ماب وموضوع الستريت السيتي السمارت سيتي. اتفضل يا دكتور عشان حسين استاذنا الغالي. اتفضل استاذنا. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذنا، وحشنا كتير الله يكرمك. والله يعني انت يعني تفوقت على الجميع. لا ربنا يبارك فيك يا دكتور عمر الحقيقه، ويعني يعني انا حضرت من اول دقيقه، بس الفكره ان كان البارتيسيبنتس كان وصلوا ال 100، فانا ايه اتفرجت على الموبايل ودخلت ثاني، وبعد قعدت احاول ان انا اكون جوه على اللابتوب. المهم انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، ما فيش كلام ينفع يعني حقيقه، ما فيش كلمات تكفي ان احنا نشكرك على هذا العرض الرائع، وسعدت بيه جدا. فمن الحاجات اللي بسطتني جدا ان في اللي انا فهمته ان في يعني دايمنشن جوه البيم مربوط بالسمارت بيلدينج، بالسمارت بالايشوز بتاعت السمارت بيلدينج. هل انا فاهم ده صح كده ولا غلط؟ طبعا يا دكتور، هو الفكره سمارت سيتي لازم كلنا نتعاون مع بعض، يعني الفكره كلها ان مفيش تكنولوجيا او مفيش برنامج او مفيش حاجه واحده بس، لا لازم يبقى في تعاون من كل الاقسام او تعاون من كل الناس ان احنا نوصل للمفهوم دوت. فزي ما حضرتك اتفضلت كده قلت انا باكد بس ان انا فاهم ولا لا، يعني ان لا عفوا دكتور، البيم اوريدي داخل فيه دايمنشنز بيحط سمارت بيلدينج، دي اول نقطه. تمام. النقطه الثانيه يعني قد يكون السؤال خارج السياق، لكن طبعا احنا يعني انا بشكر كل اللي اتكلموا الحقيقه وحضرتك الناس كلها، لان فعلا اي تقدم او اي حضار او اي تشنج بيبدا من الانسان وبينتهي للانسان، ما فيش حاجه بتتعمل كده يعني ايه فور فن او فور مثلا يعني ان هي مثلا بالانسان ولا الانسان. ف السؤال بقى قد يكون خارج السياق، زي ما بقول حضرتك سؤال عام، لماذا لم ننشر في العالم العربي على وجه العموم لفلسفة إقامة المدن الذكية، وبأن البناء الآن هو الخمسين سنة القادمة؟ ودي الحقيقة أنا بقول الكلام ده من زمان، بقالي كذا سنة، للناس أخوانا اللي مش هيبني سمارت بيلدينج أو سمارت سيتي دلوقتي بيضيع فلوسه، لأن هو ده أنت بتبني الخمسين سنة اللي جايين. أنا لو حبني بالبرنسبلز وبالسيستمز بتاع الخمسين سنة اللي فاتوا يبقى أنا بخسر كتير قوي. فأنا يعني اللي بتكلم عليه إيه؟ المدى المنشط في العالم العربي بوجه العموم بشكل إقامة المدن الذكية، وبأن البناء هو الخمسين سنة القادمة،
وهنا اذا تم بناء اي مدن او مباني او خدمات غير ذكيه فان قيمتها بتبقى سلبيه، يعني بتبقى حمله وتعبئه على الانفراستراكشر الدوله او المكان بتعمله، وبيفسد اي حاجه عامه. السؤال بساله ليه؟ لان انا عاصرت بدايه مشروعات ذكيه باوراق تعمير في ابو ظبي، كان المشروع كان يعني اكوردنج تو ليد، واحنا بنبنيه حتى دون كونستراكشن حتى بعد ما يخلص. وعاصرت بدايه بناء مدينه مصدر في دبي بدات حوالي 2008، يعني كان دي مشروع هناك كان زميل لينا، يعني كانت اوراق تعمير. فدلوقتي مر حوالي 13 سنه في 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 عالمنا العربي، ودي دي يعني مده ليست بسيطه في عمر التاريخ دلوقتي، يعني في حاجات كنا مطبقها ايامها الناس راحت عليها يعني. فالمهم فمرت 13 سنه وللاسف لم تنتشر ثقافه المدن والمباني الذكيه كما ينبغي. فكيف يمكن عمل برنامج او خطه استراتيجيه لنشر ثقافه المدن والمباني الذكيه في عموم العالم العربي؟ هي دي النقطه، يعني طالما، ودي على فكره يعني برضو ده خاطر بيحضر محضور دلوقتي وانا بتكلم حضرتك، ان غالبيه اللقاءات الواحد بيلاقي مستوى عالي جدا زي حضرتك كده، يعني اساتذه كبار وعلماء كبار في 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 في, في, في محاضرات كتير وفي اماكن كتيره جدا، لكن بنيجي في الاخر نلاقي الانسان ما استفادش وما فيش حاجه جت على وجه العموم وافادت العموم. فده اللي انا بساله بقى، هل في معرفش هل ده جوه ده يعني معرفش ازاي يبقى جوه السياق، اعتقد انه مش جوه السياق قوي، لكن احنا لازم نفكر دلوقتي مع التطور الحادث في 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 ان كل حاجه نبنيها دلوقتي تبقى ذكيه، ان احنا الانسان نفسه يبقى معمول له برنامج استراتيجي للتطور. هل دي ممكنه او هل حد فكر في هذا الكلام، ان سمارت بيرسون اللي انا حابني بيه هذا الكلام وان انا ببني له هذا الكلام ان يتعمل له سام بروجرام او سام استراتيجي او سام ويز ان انا اوصله اللي احنا بنقول عليه ده النهارده، ولا مع يعني الكلام ده ما حدش بدا فيه او مفكرش فيه او يعني وصلت الرساله بتاعتي او وصل السؤال حضرتك؟ والله يا دكتور انا ما ينفعش اجاوب سؤال حضرتك تساله، يعني بيبقى في عمق كده في الموضوع. الله يكرم استاذ، يعني هقول لحضرتك حاجه، هي موضوع المدينة الذكية مختلف تماما على المدينة بتاعت أفلاطون. أو مدينة أفلاطون كان عامل إيه؟ إنها تبقى للحكماء بس، أو يعني مقسمة من ثلاث طبقات، طبقة الحكماء وبعد كده طبقة الجنود وبعد كده طبقة عوام الشعب. هي الفكرة زي ما حضرتك بتقول إن إحنا عايزين يبقى الوعي لكل الناس، كل الناس الموجودة في المدينة. ما أنا ممكن أعمل إيه؟ أماكن الناس تحط فيها الكمامة بتاعتهم، محطوطة مثلا فيها الازاز لوحده والاكل لوحده وهكذا، بحيث ان تعمل لها ريسايكل او يستخدمها تاني. فافاجئ ان الناس مش فاهمه، مش قادر اتعامل معاها. انا مش عايزه يكون بيعرف يقرا ويكتب او دكتور في الجامعه او خريج كذا، بس انا عايزه يتعامل مع الحاجه البسيطه اللي انا عاملها له. ففاجئ ان هو بيجيبها كلها كيس واحد ويحطها في مكان واحد، فده هيصعب موضوع ان انا اعمل فصل للحاجه وان انا استخدمها استخدام كويس. فهو فعلا المفروض زي ما حضرتك بتقول ان يبقى فيه توعية او تبقى في تدريب للناس على الاستخدام الحاجة الصح، ويبدأ واحدة واحدة. يعني الناس اللي موجودة مثلا في دبي خلاص ملتزمين بكل الاجراءات والقوانين، لانه عارف ان في عقوبات. يعني ارجو ناس سمحني، في قطر مثلا في عقوبة شديدة جدا على موضوع الباسك في الشارع، ده ليه عقوبة شديدة جدا. ليه؟ لان لقوا بعض الجنسيات بالموضوع ده عندها متكرر، فراحوا عملوا عقوبه شديده للموضوع دوت. فخلاص الموضوع ده اتحل، لقوا ان في بعض الناس مثلا عندها مشكله في المرور، فبدا يعمل قوانين شديده جدا، تقريبا 6000 ريال لو انا ايه عديت الاشاره او كسرت الاشاره. فعمل حاجات بعد كده، خلاص بقى الناس كلها ملتزمه بالقوانين ديت. فهي محتاجه استخدام حاجتين، التوعيه، وفي نفس الوقت استخدام قوه السلطان، ان يبقى في قانون مثلا بيرضع الحاجه ديت. والفلوس اللي هي بتيجي من الغرامات دي تستخدم في تطوير الشارع، نحس باثر ليها، ان اللي غلط غلط ودفع غرامه، بس لقى ان الشوارع بدات تتطور وبدا الحاجات تبقى احسن، وبدا ان الشوارع لازم كل شارع يبقى فيه جزء صغير للعربيات وللمشاه
وجزء للدرجات الهوائية. يعني الفكرة كلها ان التفكير نفسه يختلف، ونبدا نحس بان يعني المواطن يحس ان في تعديل، ان انا فعلا كنت باخد المشوار ده في 3 ساعات بقى ياخد ساعة ونص، بقى ياخد نص ساعة، بيحس ان الجو بقى كويس، يحس ان الناس بتحافظ على الاشجار وما بتقطعهاش وبتزرع اكتر. فهو لما يحس كده هيبدا هو يلتزم بالحاجات ديت، زي ما بقول حضرتك، زي ما حضرتك قلت تفضل، بان هم يبقى فيه توعيه لكل شويه، يعني حتى التلفزيون يبقى ليه دور طول الوقت، بدل ما هو بيذيع حاجه ملهاش لازمه، لا يبدا يعمل مسلسلات التوعيه زي مسلسلات ونيس مثلا او كده، يبدا الحاجات دي تتكرر تاني، بحيث ان يبقى فيه وعي عند الشعب، ومفيش مدينه هتبقى رقمية أو مدينة ذكية أو 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 غير لما يكون في وعي عند المواطن نفسه، هو اللي بنبدأ منه وننتهي منه. ما ده اللي أنا بقول لحضرتك عليه. أنا متفق مع حضرتك. يعني هل يعني بارالل، لأن أنا بطور المنشآت وبطور الكونديشنز وبطور السيرفيسز وبطور الانفراستراكشر وكل الكلام ده والآخر، هل لم يصاحب هذا الكلام برنامج لتطوير الانسان نفسه بصرف النظر عن الانسان؟ لانه الانسان في اي حته هو يعني المشكله يعني احنا شفنا دول كانت ابعد بكتير جدا بكتير جدا جدا بمراحل عن مثلا عالمنا العربي الحالي، ووصلت لدرجات النهارده بقينا بنعتبرها في كوكب اخر، زي اليابان وسنغافوره والهند وكل الدول دي كانوا اقل دلوقتي سابونا بكتير. ما هو ده دكتور السؤال، يعني هل ما يعني مش المفروض علشان ننجح في هذا الكلام المفروض يصاحب هذا يعني ما يحدث من اننا بعمل استراتيجي للمدن للجرين بيلدينجز او للجرين سيتيز او للسستينبل سيتيز او للسمارت سيتيز، ان يصاحبها يعني استراتيجي عامه لا للسمارت بيرسون، يعني صح دي لو ما جتش مع دي والدي لو ما جتش مع دي يبقى انا يعني لا انا استخدمت المال ريسورس اللي هو المال في الاتجاه الصح، ولا انا بنيت للناس الصح. صحيح يا دكتور. ما هو عشان كده اليابان عملت منهج معين في الدراسه، ان الانسان يعني المدارس نفسها هناك الطفل بيغذي نفسه، هو اللي يغسل الحاجات، هو اللي يعمل الاكل وهكذا. في بعض الناس بدا يبقى جزء من المدرسه الموضوع دوت، ومفروض الجامع نفسه والكنيسه والحاجات دي يبقى لها دور في التوعيه. يعني الناس ما شاء الله عليك كله يتكلم ان هو يعمل منهج توعوي. الله يفتح عليك، انت عارف دلوقتي بتجيب بارتس من الخطه اللي ممكن تكون معموله. يعني بس انا قصدي ايه، اصل دلوقتي لازم يكون في حاجه يعني منهج عام. هل المنهج العام ده يعني احتياجاته ازاي؟ يعني انا كنت بتكلم يعني خرجت شويه عن السياق بتاع المحاضره الاكثر من رائعه دي، لكن ده اللي انا قصدي عليه. يعني انا دلوقتي الهدف الوسيله والهدف هو الانسان، فلو هعمل كل ده ومهما عملت من سمارت بيزنس ومهما عملت من سمارت سيتيز ومهما الكلام ده كله، والانسان لما تحول الى سمارت بيرسون، وبرضه دي مش مدينه فاضله، انا مش بتكلم على ان انا يعني هعمل حاجات يعني زيرو ديفكت او حاجات يعني ان انا ملائكه ماشيه على الارض، لا انا بتكلم وكل حته تبع كاركترست بتاعتها. يعني طبعا في مناهج عامه تنفع في اليابان وفي الصين وفي مصر وفي كل حته، لكن في كل مكان في مناهج خاصه قايم على الكاركترستكس بتاعه الانسان اللي موجود. فهل في عالمنا العربي حصل ان حد اخذ هذا الموضوع ودرسه لهذه الكيفيه، ولا ده اتنيدز بقى ان احنا نبتدي حضرتك يعني زي حضرتك والاساتذه الكبار والناس الجميله، ان ندعو السلطات او ندعو المسؤولين ان هم بارلل لما يحدث من تقدم في السمارت بيلدينج والسمارت سيتيز، ان يبقى في استراتيجي لبناء السمارت بيرسون او سمارت بيرسون، مش اللي هيسكن في المدينه ان جنرال، بحيث ان الانسان يتطور ويواكب ويخدم في خلق التقدم وهيستفيد منه في الاخر. هي دي، هل بدات حاجه زي كده؟ لا انت حتى بتتكلم كلام اكثر من ممتاز، بس بارتس يعني واضح ان كمنهج على بعضه لينا
كمصريين وكعرب مش حاسس ان هو موجود، مش عارف يعني. يا رب يكون كلامي غلط. زي ما حضرتك بتقول محتاجين الجزء اللي هو يبقى فيه توعيه من خلال الاعلام، المدرسه، دور العباده، الحاجات دي كلها. دكتور عبد الرحمن اتفضل. شكرا شكرا اخي عمر، شكرا دكتور حسين على اثاره هذه النقطه المهمه جدا صراحه. مثل ما ذكرنا نحن في الوطن العربي ينقصنا في البرنامج التعليمي وبرنامج البيداغوجي، برنامج التربيه من مراحل التعليم الاولى، ينقصنا اعاده نظر في بعض او ضخ او ادراج بعض البرامج التعليميه اللي لها علاقه بالتربيه المدنيه، civic education. احنا الان عندنا ندرس مواد الاجتماعيات، ندرس جغرافيا وتاريخ، وفي بعض الدول العربيه بيسمي الجغرافيا التربيه الوطنيه او التربيه القوميه او التربيه المدنيه. التربيه المدنيه في حد ذاتها هي بتعلم وتعطي اسس على معايير جديده، على معايير اللي الان صايره محتاجينها تغرس في أبنائنا ويتربوا على معنى التنمية المستدامة ومعنى البيئة ومعنى العيش في المدينة. مؤخرا أنت حضرتك سألت علي هل في دراسات عربية؟ نعم، في بروفيسور لطفي عزاز، هو أستاذ كبير موجود في جامعة القصيم في السعودية، هو مصري ونفس الوقت هو عضو هيئة تدريس بجامعة المنوفية. الأسبوع الماضي كانت عنده محاضرة جميلة جدا في ندوة علمية حول دور الأفراد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، اللي هم الـ goals 17 goals تاع الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، واللي لو وصلنا لهم فعلا حنوصل لمدن مستدامة وحنوصل لمدن ذكية. فأدعو حضراتكم إلى الاطلاع على المحتوى الدراسة اللي قام بها بروفيسور لطفي عزاز من جامعة القصيم، واللي حتكون فيها إجابات كثيرة لحضرة الدكتور حسين على هل أجريت دراسات عربية على هذا الإشكال أم لا. فقط أحب أن أذكر بأن ما يقوم به السيد أخونا بارك الله فيه دكتور عمر سليم الآن هو تطبيق أو إسقاط من إسقاطات المدن الذكية. التطبيقات موجودة والتكنولوجيا موجودة ووسائل التواصل المرئي موجودة وكثيرة، يعني عندنا زوم وغير زوم من أدوات كثيرة ممكن نعملوا بها فيديو كونفرنس وممكن نعملوا بها دروس ريموتلي وعن بعد. ولكن أين هم عمر في الوطن العربي؟ نجد عمر واحد قام بمبادرة عربية مقتنع تمام الاقتناع أنه، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته، أنه سيقدم محتوى عربي مميز عن طريق أخصائيين يستفاد من علمهم ومن خلال استغلاله الصحيح لوسائل التواصل المرئي قام بعقد سلسلة كبيرة جدا من الندوات والمؤتمرات واللقاءات والمحاضرات العلمية اللي أفادت المجتمع المهني في الوطن العربي بشكل عام، وهذا عنده امباكت مباشر. هذا هو الآن عمر حاليا في سلسلة محاضراته، هو يساهم مساهمة مباشرة بذكاء ويعطي مثال تطبيقي حي لمفهوم المواطنة الفاعلة ومفهوم المهني الفاعل ومفهوم الكونتريبيوشن أو المساهمة. الأخت سألت على إمكانية آلية جمع البيانات، فيه مصطلح يعني موجود مش جديد يعني ليه سنوات، اللي هو الجيو فولنتير سبيشال داتا انفورميشن، يعني العمل الجيو تطوعي. مثال قد ما اخونا عمر اللي هو ان الذهن العربي مرتبط العمل التطوعي بحملات التشجير وحملات النظافه وحملات الاغاثه، ولكن غير وارد او غير موجود بشكل كبير انك تعمل في العمل التطوعي في الاعمال الهندسيه والاعمال الفنيه والاعمال التعليميه والتقنيه. وهذا هذا هذا منطلق او لوجيك جديد، انك تساهم وتتطوع من خلال مهنتك، من خلال ما تجيده ومن خلال ممكن ما تفيد به. يعني سلسله محاضرات اللي عملها ممكن اعظم واكبر من حمل التشجير باكملها. ممكن محاضره الليله هذه قيمتها او الامباكت او الفائده اللي استفادوا منها الاخوه تفتح أبواب وتفتح أفكار وتفتح مجال للإخوة اللي يستمروا في بحث بناء على معلومات استقوها هذه الليلة
ممكن لو نعمل مقارنة بينهم بين حملة نظافة أو حملة تشجير نلقى محاضرة الليلة مهمة بقدر قد يفوق تلك الحملة التطعيمات أو العمل التطوعي في أي مجال آخر. فهذا هو الذكاء، يعني إنك أنت تستعمل التكنولوجيا في عمل شيء تطوعي يعود بالنفع على المجتمع بالكامل. وشكرا. جزاكم الله كل خير يا دكتور. ألف شكر. السلام عليكم. معلش ممكن كلمة بس رد تعقيب على الدكتور عبد الرحمن بعد إذنك. تفضل دكتور. أنا كلام دكتور حسين ودكتور عبد الرحمن يعني طبعا على العين وعلى الرأس كل حاجة، بس أنا أحب يعني أقول له يعني كلمة للكل. الإنسان وكل الفئات العمرية متكاملة، بمعنى ربنا سخر ناس كل فئة تشتغل في مجال معين، مجال في التطوع، في مجال الاستدامة، مجال المدن الذكية، مجال في الهندسة، مجال في التطوع على نشر العلم، مجال في كل حاجة. لكن أن أنا مثلا أتهم أن أنا ناس متخصصة بس في التشجير أو أنها مثلا استدامة عشان مهم الناس ذوي العقل الخاص أو ناس لحاجات معانا، فأنا بعترض على الكلمة دي. لكن أن إحنا كمهندسين وكناس مسؤولين ربنا سخرنا وحطنا خليفة في الأرض، حطنا في مهام معينة نكمل بعض، وليس ان طبعا انت شايف في تقصير من ناحيتي توجهني، شايف في شيء معين توجهني. فكل الفئات على جميع المجالات الهندسية والتكنولوجيا والتعليمية كلها، كل مجال فعلا بيدور على الاستدامة على التصيط. وزي ما قلت حضرتك تفضلت انها بالانسان، لان الانسان هو اللي بيبتدي وهو اللي بيكمل وهو اللي بيستلم المدينة وهو اللي بيشغلها وهو اللي بيشتغل فيها، فمش هتيجي لوحدها، ما هيش حاجة موجودة كده يعني من شيطاني. انت اللي بتخترعها وانت اللي بتبدعها وانت اللي بتحط المانجمنت بتاعها وبتعمل كل البيز لاين بتاعتها، فبناء عليها بتعمل توعية. ده عنصر الموضوع. التوعية هي اللي ناقصة عندنا في العالم العربي، ماليش دعوة بالعالم الأجنبي والعالم التاني ده، أنا التوعية هي أساس كل حاجة. احنا عندنا نقص في التوعية، عندنا نقص في الجامعات العربية بتاعتنا كلها من في المجال دوت. احنا لما بنتعرض لمشكلة بنبتدي ننزل لها كتب ومناهج ودراسة في الجامعات، نقول ننزل الكورس الفلاني وننزل المادة الفلانية والكلام ده كله بعد ما نستعين بيها ونشوف لها مشاكل. لكن ان المناهج الدراسية في الجامعات بالذات في مجال الهندسة طبعا عندنا في كل تخصصاتها محتاجة اعادة ان نشوف ايه اللي الطلبة محتاجاه وتتطور بيه وهياهم، لان هم الجيل اللي جاي. احنا خلاص بنودع زي ما نقول ربنا يديك العمر الطويل غبال حضرتك. فاحنا عاوزين ان احنا نحط الناس الجيل اللي جاي هو اللي يبني هو اللي يعمل، وبنديره الصح وبنطورهم وبنساعدهم وبنرشدهم بفضل الله تعالى. فايا كان السمارت سيتي موجوده في الحكومه الالكترونيه، موجوده في الشوارع، موجوده في المجال الطبي، موجوده في المجال الصناعي، موجوده في الاي اي، موجوده في كل المجالات اللي الانسان عايشها حواليه، في الصحراء موجوده، في المصانع موجوده، في كل حاجة الإنسان بيحتك بيها، كل المحاكاة موجودة للسمارت سيتي زي ما قالت الدكتورة قبل كده والزميل. فطبعا زي ما قلنا حضرتك إن الناس كلها متكاملة وخلقها طبقات، وفضلنا الناس طبعا ربنا فضل الناس على بعضها فوق بعض بعلم، فكل الناس مع بعضها في مجال معين عشان نكمل بعض. ده الكلمة بتاعتي، وأنا آسف إذا كانت كلمة هتاخد من حضر تاني أو إن الناس تفهم لي غلط. وشكرا لكم. جزاكم الله كل خير يا دكتور. ابشر هذا. طيب في اي حد عنده اسئله ثانيه؟ ممكن فقط تعقيب اخي استاذ دكتور عمر. تفضل دكتور. تفضل دكتور. الله يبارك فيك. انا نشكر دكتور ابراهيم، بارك الله فيه، جزاه الله خير على هذا التعقيب، نسال الله يجعله في ميزان حسناته. بس انا ممكن اسات التصوير او المقاربه او 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 توصيل الفكره. انا لم اقصد بتاتا التقليل من شان اي مهنه او اي تخصص او اي نشاط او اي فعاليات اخرى، فقط انا حبيت نقول ان احنا تعودنا يعني، قلت انا بالضبط بالحرف، قلت انا في الذهن العربي مرتبط مفهوم العمل التطوعي بشكل عام او بشكل كبير جدا بحملات التشجير او حملات النظافه او غيرها. فقط انا حبيت فقط ان نحكي ان للعمل التطوعي اوجه اخرى يعني، وهذا مع كامل الاحترام والتقدير لراي الدكتور ابراهيم، وكامل الاحترام والتقدير لكل المهن. وانا اتفق تماما مع الدكتور ابراهيم ان نحن كلنا مكملين لبعض سواء كنا كافراد او مهن، فجزاكم الله خيرا.
ألف شكر حضرتك دكتور، جزاكم الله كل خير. يعني في ختام اللقاء أحب إن أنا أشكر كل الحضور، وأنا بعتذر يعني أنا أقل بكتير من إن أنا أتكلم في وجود أساتذتي، فأنا بحب إن أنا أشكر أساتذتي اللي أنا اتعلمت منهم كتير النهاردة. كل الحضور طبعا منهم خصوصا المداخلات، وكان دكتور هاني معانا بس تقريبا خرج، دكتور هاني أبو العلا ألف شكر ليه، دكتور إبراهيم، دكتور عبد الرحمن الفرجاني، دكتور حسين القاضي، كل حد بنتعلم منه ونستفيد منه، دكتورة رشا أستاذتنا، الناس كلها، أنا مش حابب إن أنا أنسى حد. دكتور هاني اتفضل دكتور. دكتور اتفضل، معلش المايك أنا مش معذره بس الشارجنج كان خلص، وبعدين يعني لحقت اي حاجه كده ورجع تاني معلش. الله يكرمك دكتور. هو بس فيما قاله دكتور عبد الرحمن، معلش المايك كده. سامعني يا فندم؟ سامع حضرتك دكتور. ما يخص بس اللي قاله اخويا دكتور عبد الرحمن فيما يخص المبادرات والشغل بتاع المدن الذكيه، وفي نفس الوقت شغل الفولنتيرز، فيعني ازعم ان انا يعني عندي ما يقرب من 12 او 13 ورقه بحثيه في المدن الذكيه وفي معاييرها وفي معاييرتها وفي الفروق ما بين الكونسبت والترمينولوجي بتاعتها، ومنشوره في اكتر مكان منهم مجله المجمع العلمي المصري في القاهره، ومنهم الرومينيان جورنال، ومنهم اكتر من مكان. ما يقص قضيه الفولنتيرز، عندنا دلوقتي مشروع شغالين فيه مع جامعة الأميرة نورة في المملكة العربية السعودية، وعندي ورقة بحثية أنا والدكتورة تغريد الجهني عن دور الفولنتيرز في حاجة جديدة بقى كده بقى لها سنتين، اللي هي المدن الصديقة للمرأة. المدن الصديقة للمرأة دي بقى كده يعني موضة جديدة برضو في المدن كده، إن قضية إن المدينة مش بس تبقى المرأة متمكنة فيها، ولكن المرأة تتمكن فيها على إنفراستراكشر معمولة من الأساس إنها تشيل المرأة مع الرجل، ما تبقاش بس اللي بيخطط ذكور والمرأة بتعيش. فإحنا شغالين في ده، وعملنا فيلد ورك عالي جدا للجزئية ديت، والبحث قايد النشر دلوقتي في رومينيان جورنال. شكرا جزيلا. جزاكم الله كل خير يا دكتور. وفي حد كان طالب الإيميل بتاع حضرتك أو رقم تليفونك؟ حالا أكتبه حاضر على الشات. تمام، جزاكم الله كل خير يا دكتور. يعني احنا منتظرين حضرتك تشرفنا، وانا لسه قايل ان انا ما ينفعش اتكلم في وجود حضرتك ودكتور عبد الرحمن. لا 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 هو 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 ربنا 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 قال ما أوتيته من العلم إلا قليلا كلنا بنجتهد دكتور عمر، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني إن شاء الله ربنا يوفقنا جميعا يا رب. الله يكرمك يا دكتور ويزيدك علما، وفي انتظار محاضرة حضرتك أكيد هتبقى أحسن بكتير، وهنخش في تفاصيل أكتر نتعلم من حضرتك بإذن الله. ربنا يبارك في سعادتك يا رب. الله يكرمك يا دكتور، جزاكم الله كل خير. وشكرا جزيلا لحضوركم، وشكرا للبشمهندس عمر على المحاضرة الرائعة دي. ونلتقي بإذن الله إن شاء الله غدا بإذن الله في محاضرة جديدة، وجزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.